السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، رحب فيكم في حلقة جديدة من الديوانية على شاشة الرياضية السعودية. أسعد بصحبة ضيوفي في حلقة اليوم مع حفظ الألقاب جاسم الحربي، عبد الله خوغير، محمد السراع، عمر الكاملي، فيصل الجفن، وعبد الله الفرج. يسعد مساكم. مساك يا غالي. مساك. الله يحييكم جميعا. ما شاء الله اليوم محيك. مخضرها أنت ها؟ تخب استعداد ها؟ من الليلة معسكر. إن شاء الله. طيب نبدأ حلقتنا بتأهل المنتخب العراقي على حساب فيتنام بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ومتصدرا لمجموعته. نتابع أهداف المباراة. تسجيل هدف أول مباراة، الكرة الثابتة والركلة الحرة مباشرة للمنتخب الفيتنامي إلى داخل منطقة الجزاء. بالفعل تمكنوا من تسجيل أول أهدافهم بعد إقصاء ليبام يونغ في المباراة الماضية. الكرة فيها هدف للمنتخب العراقي، العودة بهدف تعديل من ريبن سولانجا اللي سجل هدف التعادل لتعود من جديد في صالح المنتخب العراقي على الجهة اليسار. المرور والانطلاقة والكرة في منطقة الجزاء عرضية بالرأس، وعراقي من غيرة، عراقي أبو الغيرة، العراق تسجل ثاني أهدافها في المباراة. نقلة طويلة في الأمام، تراجع من عناصر المنتخب العراقي، هذه كرة خطيرة لكن ممتاز الدفاع في المنتخب العراقي، تمكن من إبعادها بصورة جيدة لتبقى الكرة خطرة مرة أخرى. هدف التعديل كالعادة، الأخطاء الدفاعية القاتلة في المنتخب العراقي. للمنتخب العراقي أيمن حسين، أيمن حسين يتقدم ويسجل هدف ثالث للعراق وأصبح في صدارة الهدافين، والعراق للمرة الأولى في كأس أمم آسيا. ألف مبروك للمنتخب العراقي الشقيق، تصدر للمجموعة وتأهل إلى الدور 16. أبدأ معك أبو ريان عن هذه المباراة وفوز المنتخب العراقي. والله امتداد لحقيقة يعني ما يقدمه العراق من مستويات جيدة، والحقيقة يعني المنتخب العراقي كان مفاجئ حقيقة في البطولة، يعني أحدث المفاجأة الأولى والمفاجأة الكبرى اللي فوزوا على المنتخب الياباني. ما في شك أنها كانت يعني مباراة يعني قوية جدا. صحيح. يعني كانت مباراة ممتعة حتى يعني، لكن مباراته اليوم بالتأكيد هي إكمال يعني لما قدموا في المباراة السابقة. رغم أنه اليوم ممكن أعتقد أن المدرب العراقي بعض الأسماء يعني أعطاها يعني راحة، لكن برضه يعني ما كان المنتخب العراقي يعني كان عنده خط الدفاع في بعض المشاكل. ما زالت هذه المشاكل ما حلت، خاصة مع الكرات، بعض الكرات تتكلم الثابتة يعني هناك في بطء في المدافعين. لا، في مشكلة بالتنظيم الدفاعي والاتكالية عندهم بشكل كبير، ولذلك هذه الأشياء ممكن بتبين بهذه المباريات مثل مباراتهم مع فيتنام. لكن عندما يعني تشتد المنافسة ودور ال 16 والأدوار الإقصائية، لا شك أن مثل هذه الحاجات يعني ممكن أنها تأثر على المنتخب العراقي. لكن بالمجمل المنتخب العراقي يملك خط هجوم قوي جدا، تركيزه عالي، يجيد الضربات حقيقة الرأسية بشكل جيد. يعني مدرب المنتخب العراقي مميز حقيقة بأنه يدرس الخصم بشكل جيد، شاهدناه أمام منتخب اليابان يعني جاب هدفين كلهم بنفس السيناريو يعني كرة عرضية باستغلال أيمن. إيه نعم، باستغلال أيمن. فلذلك هذه الأشياء بالعكس هذه ترجح كفة المنتخب العراقي. لكن ما زالت هذه أدوار المجموعات، وهذه تعطي مؤشر المنتخب العراقي مميز حقيقة. مبارك طبعا للشعب العراقي ومبارك لإخواننا في العراق حقيقة تفوق المنتخب، ولا هي غريبة عليهم يعني، هم كانوا إلى وقت قريب يعني هم من أقرب المنتخبات اللي حققت كأس آسيا يعني ب2007، ممكن في منتخبات أخرى يعني إلى الآن ما حققت كأس آسيا لها فترة أطول منهم. لذلك المنتخب العراقي دائما ولاد حقيقة للنجوم، وعندهم كذا اسم محترف خارجيا يعني، فلذلك هذه كل الأشياء هذه تتعزز
مركز حقيقه صحيح. للمنتخب العراقي انه يتخطى اكثر من دور الثمانيه. ممتاز. كان عندك تعليق على ابو محمد على الكلام اللي ذكره؟ لا بس اليوم المدرب طبعا اعطى فرصه للاعبين كثير على اساس انه يوقف على مستوياتهم، لذلك صار عندهم اخطاء في الدفاع، عدم التمركز الجيد، وخاصة على مستوى العمق، وفي اتكالية كانت كبيرة جدا بين المدافعين، لذلك كان في إحراج من فيتنام عليهم على المرمى، ضيعوا فرص كثيرة على فكرة. ويعني منتخب فائز مفروض على اليابان، مفترض أنه يكون عندك تنظيم دفاعي على الأقل، ما نقول 70%، مفروض يكون على الأقل 60% على أساس أنك أنت الآن على رأس المجموعة. من المفترض أن فريق حصد جميع النقاط علامة كاملة يجب حتى الصف الثاني لا يقل عن الصف الأول. فاليوم زي ما ذكر المهندس يعني الدفاع ما كان موفق أبدا. تلاحظ البطء فيهم يا أبو؟ في بطء حتى على صعيد الفريق الأساسي، بطء حتى في نقل الكرة. الآن لما مشكلة مش في الدفاع أيضا، حتى في بناء الهجمة كان في بطء، يعني لولا ركلة الجزاء اللي جات في آخر الوقت كان ممكن تنتهي تعادل بينهم بين فيتنام. طبعا قاب بين الفريقين، 2007 كنت بطل آسيا، فيتنام يعني نعرف منتخب متطور الآن، يعني يعتبر متطور بس ما يعني يحرجك إلى آخر الدقائق في الوقت بدل ضايع تسجل. أحرج المنتخب الياباني أيضا. أي طبعا. طيب ماشي. كابتن عبد الله، اليوم أيمن كلاعب رأس حربة وهو عنده 5 أهداف الآن، غالبها طبعا بتهديفه بالرأس اللي أنت طبعا معلم فيها. مسي عليك، مسي على الأخوان الضيوف وعلى المشاهدين والمشاهدات. المهاجمين العراق فلاح حسن منهم ما بيلعب رأس لا 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 فلاح حسن كان رأس حربة كان أقرع شوي. أيوة. حين لعب على الطرف ولا لا؟ رأس حربة فلاح حسن وهداف علي كاظم. صاحب نواف فلاح حسن علي كان رأس حربة صح؟ إيه رجل لعب وسط علي كاظم. الجيل اللي ذكر فلاح حسن معناته إنه عمر. لا بس بيتكلم صاحب نواف. لا خبنا علي كاظم كان فلاح حسن فلاح حسن لعب طرف يسار. اصبر هداف فرق وإنك تتكلم رأس حربة. استنى اللي كان رأس حربة علي كاظم. أنا عاد ما أدري عاد علي كاظم بس فلا حسن على اليسار. إحنا كنا نتابع إحنا أيوة. في سن يعني كنا أعرف علي كاظم، أحمد راضي، حسين سعيد، يونس، الآن أيمن حسين بيحط رؤيه، وبالذات التصويب التهديف بتسديد بالأهداف اللي بالرأس بيرتقي فوق وبيسجل في أكثر من مباراة. حقيقة منتخب العراق غير يعني فوزه على اليابان خلى الكل استنى شوية إيش اللي حاصل. العراق موجود، احنا كنا رايحين في خط اليابان 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 اليابان، جاء العراق كسب اليابان. اليوم أنا مع المدرب ومع الفريق العراقي، حب يريح اللاعبين، حب يجرب. صار عنده إصابات أصلا هو في مباراة اليابان في المدافعين. خلينا متفقين تحسين أيوة. حاصل لا بس برضو عنده إصابات يعني لازم يريحهم. بالضبط مو مشكلة عشان عنده الأهم يعني. نعم. الأهم عنده خلاص الأدوار الجاية. حقيقة فعلا التشكيل العراقي الآن وبالحضور هذا وبالفوز على اليابان بيديهم ثقة، بيديهم إنه حضور حيكون في دوري 16 وفي دوري 8 حيكون العراق متواجد. نعم. أنا شايف العراق رايح لمنطقة بعيدة، حضور جماهير عنده، إدارته مدربه كويس، اللاعبين لحمة واحدة. حتى في التسجيل من الأهداف في أحسها إنه المنتخب العراقي يعني رجع كده منتخب القوي اللي يبغى بطولة. أيوة. ما هو مشارك كده. أيوة. لا يبغى بطولة ما شاء الله. طيب قبل ما أعطيك المايك تتراجع عن موضوع فلاح حسن. فلاح حسن كان هداف دوري الخليج. لا كان هداف. مو رأس حربة، لاعب وسط. حسين سعيد وقتها كان رأس حربة. حسين سعيد أنا قلت لك بالتاريخ حسين سعيد رأس حربة بعد. في علي حسين سعيد بعده وعلي كاظم. جيل عدنان درجال. اصبر لا تقعد توديني يمين ويسار. انا تتراجع عن فلاح حسن انه راس حربه من هدافين العراق. ما انت متراجع انه راس حربه؟ والله عشانك تراجع عشانك. طيب لا هو اسم كبير ما في كلام. طبعا حسن ما اختلف اسم كبير لكن مو راس حربه. بس انا كبرت بسنة بقول لك علي كاظم عارفه انا راس حربه. هو ادب خاص اكيد راس حربه اسمه علي كاظم. شوف على مستوى الخليج واحد اسمه العبد، هذا ما حد كسر رقمه الى الان ترى في تهديف للخليج.
وين يلعب فيه؟ راس حربة في العراق. قبل الجماعة ذولي. إيه. اسمع العبد هل هذا حتى ماجد عبد الله ما كسر رقمه إلى الآن؟ طيب. أنا ما أعرف. كمل له. طبعاً العراق من المباراة الأولى وأنا قلت إن العراق هذا فريق بعد التقديم سينافس وسيصبح من الأربع المرشحين للبطولة بعد المستويات بعد فوزه على اليابان. الروح العالية للفريق الواحد. يعني نعم. فعلاً روح عالية تحس إنهم اللعب الجماعي التكتيك مدرب اليوم مباراة اليوم تحديداً إلى الدقيقة 111 والفريق له رغبة في الفوز مع نظامنا المركز الأول جاب الأنتي في الدقائق الأخيرة وفاز عن طريق الهداف والنجم الكبير أيمن حسين للأمانة. العراق يعني إذا كان على هذه الخطوات سينال أحد المراكز المتقدمة الأول الثاني الثالث يعني الثلاثة الأوائل بين العراق واليابان والسعودية أنا أراها للأمانة والدخول إيران. إلى الآن العراق هو الفريق الأبرز في كل المجموعات اللي يقدم كرة جماعية كرة فيها نقلات فيها روح فيها لعب جماعي فيها تكتيك. يعني لو شفنا حتى أهدافهم تنوع الأهداف عن طريق الأطراف عن طريق الركنيات يعني لاعبتهم تجدهم في كل المراكز ولهذا أرى بأن العراق سيذهب بعيدا وأرشحه لأحد المراكز الثلاثة. طيب فيصل أيمن حسين أضاع ضربة جزاء قبل الأخيرة وتقدم أيضا لتنفيذها وهي كان في وقت طبعا صعب يعني أعتقد أنها فيها شجاعة من اللاعب ثقة بالنفس. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تابعت ردة الفعل الإعلام العراقي بعد المباراة وربطوا أيمن حسين بأنه يذكرهم بيونس محمود 2007 نفس الطريقة بنفس الأهداف بنفس قاعدين يتكلمون أنه هو نسخة من يونس محمود بطريقة المنتخب وهو أيضا حتى يعني آمنوا بأشياء ثانية بأنه كان حتى أيضا هو كابتن الفريق. فهم الآن يقولوا هذه خطوات اللي ممكن نتذكرنا بأنه ممكن العراق يرجع بطل للبطولة. أنا أشوف العراق أبو نواف سبحان الله العظيم يعني إذا شفت منتخب العراق الروح اللي يلعبون فيها تتذكر أنه كيف العراق مشاكل لا تساعدهم أنهم ينجحون ولا تساعدهم أنهم يكونون أقوياء ومع ذلك تحصلهم يلعبون بحماسة غير طبيعية وروح عالية وتفاهم أيضا بأرض الملعب يشعرونك بأنهم ذو قيمة مالية أنا أقصد باحترافية عالية ومع ذلك تجد أن هذه مجرد روح يعني وصلتهم لهذه الحالة. تخلينا أوقات نعيد حساباتنا في سالفة أنه هل الفلوس هي اللي طلع لك نجوم؟ هل مثلا العقود العالية هي اللي تخلي اللاعب مثلا لما يروح منتخب بلاده يكون نجم أو أنه في أشياء ثانية؟ العراقيين يقولون لنا لا أنه في أشياء ثانية غير الفلوس. يعني العراقيين اللاعبين العراقيين إلى سنوات قريبة ترى كانوا يعسكرون برا ما يعسكرون في العراق ولا عندهم ملاعب في العراق والفيفا رافض أنهم يلعبون في ملاعب العراق إلا يمكن من سنتين ثلاث سنوات في إربيل وبعدين البصرة وبعدين رجعوا. وهم ترى بكل بطولة يدخلون فيها حتى تتذكر من أيام منتخبات عدنان درجال أيام بطولات الخليج ترى العراق كان مخيف يعني أنت ما تقدر تلعب قدامه وانت عارف أنه هو البعبع بطولات الخليج مع أنه الكويت اللي كانت تأخذ البطولات لكن كان العراق فريق قوي 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 جدا يعني واستمرت هذه الروح إلى اليوم. ترى هذا المنتخب اللي يلعب اليوم العراق في هذه البطولة ترى منتخب جديد مهم منتخب نقول متجانس من سنوات طويلة وطلعوا بهذه القوة لا. فهذه ترجعنا على نفس السؤال اللي أقوله هل الروح اللي تكون موجودة عند بعض المنتخبات أو بعض اللاعبين من وين تنمو كيف يصلون لهذه المرحلة يعني ما عندهم ما عند غيرهم مع ذلك تلقاهم في أرض الملعب أقوياء. بس محمد هذه يبدو لي هذه ثقافة عند العراق عند المنتخب العراقي من سنوات طويلة يعني العراق المنتخب العراقي ما يعني يلعب رجولي دائما تجد أنه حتى ومستوياته نازلة وتلقوا حتى وهم منتخبات تلقى ما هي فنيا قوية إلا أنه يلعب رجولي ويلعب لعب يعني قوي جدا واللاعبين يبذلون جهود يعني جبارة بحيث أنهم يبرزون أنفسهم لأنهم يحملون شعار العراق. هذا 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 السر وهذا الاختلاف بينهم بين بعض المنتخبات الأخرى أتكلم. طبعا إحنا ما نحدد أحد بعينه لكن أنت لما تقارنهم مثلا مع منتخبات خليجية أشيل السعودية لأن السعودية تروح الكأس العالم تأخذ بطولات وينافس ناس لكن مثلا بعض الدول الخليجية اللي عندها المال الكثير وعندها الملاعب وعندها الصرف لا يأتون 10% من اللي يصير بمباريات العراق. فهذا دليل أنه المال ما يكفي بس. طيب
أبو ناصر تعليقك على النتيجة، وبعدين الأخوان تكلموا على المنتخب العراقي اللي يلعب بشراسة في الملعب. على قول أخواننا المصريين أي منتخب أو أي فريق يلعب بالشوكة والسكين على قولهم يتعب أمام المنتخب العراقي في قوة الالتحامات بالشراسة في أرضية الملعب. صحيح طبعا، معروف المنتخب العراقي من المنتخبات يعني القوية. إذا قلنا المنتخبات الخليجية عند البنية الجسمانية اللاعب الخليجي أقل من اللاعب العراقي. اللاعب العراقي من يعني سنوات طويلة معظم الأجيال اللي تعاقبت على المنتخب العراقي، مواصفات المنتخبات العراقية نعرف أن كأس الخليج سيطر عليه فترة طويلة، كأس آسيا دائما حضورهم قوي، لا شك أن البنية الجسمانية والأداء القوي موجود في الفريق العراقي. طبعا أيمن حسين اللي تكلمنا عنه قبل شوي، يعني اللاعب الآن في سن النضج، الآن 27 سنة والطول 189، بنية جسمانية قوية، يمكن شفنا المباراة الأولى أي كرة هوائية يكسبها. نعم، الأفضلية له، الأفضلية له، لاعب قوي ولاعب. أنا عجبني قضية أنه يهدر ركلة جزاء ويرجع يعني ياخذ الكرة، أو سواء يعني برغبته هو أو المدرب، أنه يرجع يكون عنده الثقة والشجاعة ويسدد ركلة جزاء في وقت قاتل أمام فيتنام. ترى فيتنام هذا سبق أنه لعب مع العراق وكسب فيتنام في الدقائق الأخيرة، يعني المدرب تكلم عن هذا الموضوع، يعني كأنه يقول أحيانا بعض الأشياء التاريخية تصير موجودة ويخاف الفريق يظل يعني قلق، هو متعادل مع العراق لين وقت الأخير، لكن في ذهن اللاعبين والمدرب أنه يعني عسى ما يتكرر الموضوع السيناريو، وتكرر السيناريو هذا. والمدرب قال أنه دائما احنا نتعرض إلى هدف قاتل من المنتخب العراقي، تكرر هذا أكثر من مرة. العراق أول مرة في كأس آسيا يحقق العلامة الكاملة في الأدوار التمهيدية. نعم، وهذا شيء لافت يعني. صحيح، لأن شفنا أجيال عراقية، منتخبات عراقية يعني أقوى وأشهر نجوم يعني كانوا على شهرة واسعة. الحين قاعدين نتعرف، أنا أيمن حسين يعني ما كنت ولا حتى ترى كان الجمهور العراقي مرحب فيه يعني. إيه، لا مستوى متذبذب في الدوري العراقي. صحيح، هو مستوى في الدوري العراقي نفسه أيمن حسين متذبذب. الآن ليش فيه يعني فيه المنتخب العراقي فيه يعني خلينا نقول اصطفاف حوله وكذا، يعني منتخب جديد والمدرب متفقين عليه وحقق نتيجة يعني أمام المنتخب الياباني. يعني نتكلم عن اليابان، أستراليا، إيران، كوريا الجنوبية، الكل متفق قبل بداية البطولة أن هؤلاء المنتخبات الأربعة هم اللي مرشحين الأكثر ترشيحا للفوز بآسيا. هذا قبل بداية البطولة. بعد ما انطلقت البطولة بدأ الوضع يختلف. يعني أنا أشوف إيران الحين مقدم وضع بشكل أفضل من اليابان، أفضل من حتى أستراليا. يعني أستراليا، شوف أستراليا يكسب الهند يمكن الشوط الأول ينتهي 0-0، بس تحس إنه نفس المنتخب الأسترالي يلعب بثقة ويبغى يتعرف على المنافس. يا ناصر، وش الثقة اللي 1-0 1-0 1-0 كله؟ ترى نتائجه ما كانت يعني ترى تبين لك إنه هذا منتخب بالفعل قادر إنه يحصل على كأس آسيا في وجود منافسين. اليوم المنتخب العراقي شف من واجه، المنتخب الياباني شف من واجه. إيه؟ لذلك حتى منتخب إيران كانت مواجهاته نوعا ما ضعيفة. إيه طيب، إيه؟ الآن حتى المنتخب الأسترالي ومنواف عنده مشاكل بخط الهجوم، يعني عنده تسجيل طريقة التسجيل صعبة جدا. إيه؟ كمل أبو ناصر. المنتخب الأسترالي أنا شفت مباراته مع الهند. إيه؟ الشوط الأول ما كان يلعب كورة، يعني بعيد عن الالتحامات، بعيد عن الهجوم يعني السريع والقوي واستعجال التسجيل. الشوط الثاني يعني تشوف الهند الشوط الأول تقول هذا فريق يمكن يسوي شيء. الشوط الثاني يعني تحس إن مدرب غير تغييرات تكتيكية، أعطى تعليمات، تغير، انقلب الحال، صار فيه فرص وصار فيه قضية مب بكثرة الهجوم والالتحامات. شوف الآن بعض المنتخبات عربية وغير عربية تعرضت لإصابات عديدة، يعني يمكن أنت تقاتل وتتعب وتلتحم تفوز، لكن يصير عندك أكثر من إصابة، يصير عندك أكثر. لأن في تنافس في المباراة، عكس المنتخب الأسترالي ما واجه منافسة ما قوية. ما واجه يعني. بس أيضا أنت أيضا أنت تتكلم عن المنتخب السعودي ما واجه، لكن ما واجه فريق زي قرقستان، لكن تعرض لإصابات.
ما دولي ما لعبوا كورة منهم قرقستان ما لعبوا نعم مو معقول يعني طيب خط على المفاصل طيب أبو نواف بس على الدكتورة في المهاجم أيوة عناد عبد أيوة هو مو اسمه عناد عبد وعلي كاظم هو راس الحرب اللي بقول لك عليه خلاص عادي اخوي لا هنا مو هنا صدقناك انه فرح حسن لا علي كاظم بس عناد عبد هو اللي كان الهداف اللي بتكلم عنه ماشي ايش تقول محمد ايش فيك انا اقول في عندنا مشكله مع استراليا انا ما ادري ليش ترشح دائم استراليا ترى منتخبات بالمعاسية منتخب جدا عادي يعني لا منتخب ولا انديه يعني عادي خلينا نقول في اخر ست يعني سنوات لا والله من أول ما قد أخذ البطولات ذكروني قد أخذ آسيا كم صار له من أيام بن همام ترى موجود اللي يدخل اللي في أستراليا أخذتها اللي أخذها هو أخذها اللي في أستراليا أخذها في أستراليا 2015 صح بس بعدها أنت ما يعني ما قارنا باليابان صح إيه يعني ما كان ذاك البعبع اللي دخل علينا في القارة ولا بكوريا ولا حتى بالسعودية ولا فأنا دائما اللي شفته يرشحونه كانوا يعني مجرد أنه متعودين أنه قوي لا والجميع تطور يا أبو نواف الكل المنتخب إندونيسيا منتخب فيتنام الهند يا أخي شوف مقارنة حتى البطولة الأفريقية يا جماعة موريتانيا تغلب الجزائر الكرة تغيرت نعم انت تلقى الوقت ذا تابع كل هالدنيا الكرة تغيرت في أفريقيا ما شاء الله قاعد في المقاهي المنتخبات بالتأكيد الآن يعني ما عاد في ذيك المباريات السهلة بالنسبة لها أيا كانت قوة هذا المنتخب اليوم المنتخب الياباني المرشح الأول لبطولة آسيا بعد النتائج الكبيرة اللي حققها في رحلة الإعدادية لهذه البطولة يتأهل ثانيا خلف المنتخب العراقي اليوم تغلب على المنتخب الإندونيسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد نتابع بالفعل يويدا وبالقدم اليمنى في مواجهة أريا ولد خلص يويدا خلص أول أهداف اللقاء أري الحارس الاندونيسي يحاول على الكرة دوان انطلاقة وهناك فاضي تماما لكن التحرك المرة دي دوان هو الثاني ونفس اللاعب يا سيويدا تكتمل الهجمة اليابانية اخيرا من الجانب الايمن والمرور من البديل والكرة بالعرض الهاتريك لا في اوفسايد في تسلل يلغى الهدف ولا ايه انا شفت راية لا الراية كانت للتأكيد بديل برضو اللي نزل من شوية باجوت الكان باجوت عالية جول هدف اندونيسي ساندي وولد أبدأ معك محمد دكتور جاسم عن المنتخب الياباني متأهل ثانيا خلف المنتخب العراقي يعني خلينا نقول مثلا المباريات الودية رغم أهميتها إلا أنها في النهاية لا يمكن تحكم أنه هذا الفريق بنتائج المباريات الودية هو المرشح الأول اليوم الصورة اللي ظهر فيها المنتخب الياباني في المباريات ما أعطاك أنه هو المرشح الأول شوف يمكن فوز العراق خلى الناس شوي يعني تعطي علامة استفهام كبيرة على اليابان لكن فنيا الآن ثلاث مباريات اللي راحت على مستوى كل المجموعات هو أفضل فريق فنيا حتى رغم خسارته ترى من العراق انتشار استحواذ خلق فرص تحرك بالكرة وبدون كرة يعني هم يتحركون بشكل زي مثل خلية النحل مسافة بين خط الدفاع والهجوم موزونة ما يعني انهم خسروا من العراق ووفقوا العراق في التسجيل معناتها انهم مش المباريات الودية هي السبب انه في ترشيحهم لا لا زالوا مرشحين على فكرة أنا أعطيهم إلى الآن 90% نتمنى إن شاء الله نكون معهم في النهاية ونفوز عنا بهالعشرة إن شاء الله ما نتمنى معهم نتمنى إن شاء الله مع منتخب عربي يعني يطلعون ما مستحيل يواجهونه. على المستوى الفني اللي يقدمونه الآن اليوم ترى طيب أنت رجل فني يا دكتور خليني أسألك على شيء ما يمكن إحنا نتغافله المنتخب الياباني قبل 6 أهداف في دور المجموعات أو 5 يعني امام الفرق الثلاثه 5 أهداف 2 من فيتنام 2 من منتخب العراق وهدف من منتخب اندونيسيا يعني اذا منتخب قوي تاخذ 5 أهداف في دور المجموعات صعبه اقدر اقول انك انت ما عندك خلل
الادوار الاقصائيه الكل الان، احنا تونا نتكلم عن استراليا ما قدموا شيء وفينهم ما قدموا صحيح، لكن عاده في الترشيح في التصنيف هم احسن منك، وايران احسن منك، وكوريا احسن منك، واليابان احسن منك. خلينا احنا خلينا في اليابان، انا اقول لك اذا جيت للتصنيف لكن انت الان تتكلم عن المباريات، هم الاهم عندهم انهم تاهلوا. ايوه هي المشكله الان الادوار الاقصائيه هنا تحكم عليها. يعني في بعض زي اليوم العراق ملعب كثير من اللاعبين، ليش ريحهم؟ وكاد تروح عليه المباراة. هو متأهل صحيح، بس تتأهل أول أفضل من تتأهل ثاني. حتى خيارات اللعب مع أفضل الثوالث يكون لا يكون عندك حتى اختيار أفضل اللعب مع أفضل الأربع ثوالث. مو بعلك الحال، حنا إذا خذينا الأول بنواجه كوريا الجنوبية. نعم. وإذا خذينا الثاني بنواجه الأردن أو سوري. أو أوزبكستان. أوزبكستان. شوف أنت إذا بتجد تختار الفرق. إذا بتختار الفرق. أنت أنا أبغى ألعب مع هذا أو ما ألعب هذا، فمعناته أنت مو. طيب خلينا برضو. هذا عندنا محور كامل موضوع منتخبنا نتناقش فيها. بس ارجع لي المنتخب الياباني. شوف اليابان للأمانة يعني على نتكلم عن المستوى الفني، نعم عندهم مشكلة في الخط الدفاع، تسجل فيهم أهداف، لكن عندهم تعالي ترى في المباريات اللي راحت التعالي هذا اليوم ما كان موجود. اليوم ما عطوا فرصة الفريق الاندونيسي انه يوصل مرماهم الا في اخر الوقت بدل الضايع، وهذا تعتبر هدية وسجلوا منها هدف. لكن اقفلوا الخطوط، لعبوا بشكل منظم، الان بين الشكل المنتخب. ومن هنا اللي يبغى يشوف المنتخب الياباني يحكم عليه مباراة اليوم تحركاتهم غير، شكل الفريق غير، وصول إلى مرماهم صعب، حارسهم ممكن ما تشوفه إلا بعد 20-30 دقيقة في كرة واحدة يلعبها بالقدم للمدافعين ويكملون. بس سؤالي لك كمان بحكم تخصصك الفني، لما اللعب اليوم اليابان مع الاندونيسيا، اندونيسيا كرتها سريعة بعكس العراق، العراق التحضير بطيء، اعتماد على المرتدات، اعتماد على كرات عرضية، هنا يفرق الاستحواذ ما هو كل شيء. اليابان نعم استحوذ لكنه خسر من العراق وسجلت فيه 5 أهداف. بس وين السؤال الحين؟ السؤال ليش؟ هذا رأي ده. لما لعبت فريق قريب من أدائك اللي هو اندونيسيا، اللعبة على الكرات السريعة، اللعبة على الكرات ما يلعب على المرتدات ولا يلعب تكتل دفاعي، مفتوح لعبه، لكن العراق عكس. اعتبر سؤال 70% من الفرق الأسيوية عندهم ميزة السرعة، هذا هو، لكن سرعة بإتقان وتوازن ما في زي اليابانيين بصراحة. نعم. أنت تتكلم عن حركة جماعية مو طبيعية. اليوم بالذات بين الفريق الياباني اللي يبغى يحكم عليه وبيلعب معه يقيس على مباراة اليوم مش المباراة السابقة. فالفريق يعني عطى جرس انذار انه كان يقول انا فعلا زي ما كنت مرشح، هذا انا ساعود للترشيح. نعم. فالله يعين اللي بيقابل اليابان في الادوار الاقصائيه، ما فيها حيختار افضل اللاعبين، حيختار افضل الاساليب في اسلوب الضغط المتقدم او من وسط الملعب، وهذا اليوم شفناه ما خلى الاندونيسيين يوصلون مرماهم، كانوا يقطعون كره من وسط الملعب يبدون الهجمه من جديد. لا. وهذا طبعا المباريات السابقه ما كانت موجوده، فنتمنى ان شاء الله ما نقابلهم زي ما قلت، ونتمنى فعلا ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله، نكون يكون طرف في النهائي باذن الله. عندي نقطتين ودي، اكبر كذبه في كره القدم التصنيف والاستحواذ. ها تصنيف لما يقول مثلا هذا تصنيف 20 وهذا تصنيف 40 ويحكم انه الافضليه له. انا طلعت على الدنيا بلجيكا الرابع تصنيف الفيفا. والله صح بلجيكا وصلوا اول ترى، والثاني بلجيكا 10 سنين الثاني، ترى منتخب قوي على عيني وراسي. بس مو بايطاليا، مو بفرنسا، مو بهولندا، مو بالبرازيل، ما شالوا كاس عالم، ما سووا فعلا. يعني اذا انا بتكلم عن والكذبه الثانيه الاستحواذ، يعني بعض المدربين انا اشوف ما ذكي يخلي الفريق الثاني مثلا يستحوذ. انا ردنا على عمر قبل شوي يوم قال انه كره العراق بطيئه ويلعبون على مرتدات، اكيد انت تلعب مع منتخب مثل اليابان هذا، ويعذرنا الدكتور جاسم، لا بالعكس فني. رايك صحيح، اكيد انه فريق مثل اليابان فريق سريع، فريق اكثر خبره، اعطيه كوره
خلي الكرة معه. فهذا تكتيك مو مو تكتيك هذا مو أنت ما تقدر تجاريه. لا لا بعضهم لا لا اسمعني وأنا أخوك اسمعني بس عندنا 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 مدرب ترى بس عندنا لاعب كرة قدم بس خليني أكمل إذا ما تقدر تجاري أحد لازم أنت تختار الأسلوب بقدر بقدر إنه أفضلية لاعبين اي طيب شكرا يعني ما اقدر اجاريهم انا في الموضوع الاستحواذ يعني انا ما اقدر امسك كوره زي ما يقدرون يمسكونها هم او اني اقدر امسك كوره انا وسلم الكوره يعني في حته تصير عندنا في الدوري كثير من الفرق يخليك تلعب وفرق كبيره بس يعرف هو يخلص المباراه فسالفه الاستحواذ ودائما نسمعها يقول خسر واستحواذ 60% 65% بالاخير ما نفع الاستحواذ بس هذا ردي على طيب شغلتك يعني. تصنيف محمد موضوع الاستحواذ ما يأخذ بهذا الشكل تفتح لك ثغرات الاستحواذ هذا جزء أجدت فيه لكن قد تكون أنت فشلت في أمور ثانية لكن لا يمكن أنا أعيب فنيا على موضوع الاستحواذ الاستحواذ يعني كرات أقل تجي المرمرك المرماك الاستحواذ معناته إرهاق الخصم من ناحية نفسية وفنية لياقين يعني تكلم أنت لما تتحرك رايح يعني ماذا أنت ما تدري إن سمح لي إن سمح لي يعني هذه أمور إن قدرت يعني إني أسترجع مثلا في دورينا يعني ما يمكن أقول جوارديولا وكلوب اللي يعتمدون على هذا الاستحواذ لا هذيك متعة هذيك ما بخطة المباراة هذيك متعة برضو من الاستحواذ إيه هذيك متعة مثلا لو نتذكر مباراة الهلال والنصر كان النصر 73 أو 70 بالأخير فاز الهلال بس هل اللي خلى النصر هل اللي خلى النصر يخسر هو الاستحواذ ولا الأخطاء وجودة الفريق الهلالي ما له علاقة الاستحواذ مو دائما يجيب لك فوز رقم اثنين انت تعرف انه الاستحواذ شلون يحسب يعني انت مثلا ثلاث مدافعين ورا امرر كور بينهم هذا يحسب لك نعم يحسب الاستحواذ مو باستحواذ معناته انا اقوى من الفريق الخصم انا مرر اكثر انا ممكن اخذ الكوره تصعب عندي اني اوصلها المهاجم بسهوله ممتاز فقد تحسب عليك مو لك طيب استنى واحد بس كمان الحديث الاستحواذ هذه دلالة على أفضليتك الفنية داخل الملعب تدوير الكرة بين اليمين وبين اليسار وبشكل قطري هذا دليل على أفضلية خلنا نحن لو بتقيس على العراق تقول فاز على اليابان كم فرص اليابان في المباراة 11 فرصة تسجيل 11 فرصة مقابل 5 هذول وفقوا سجلوا 2 يعني تخيل من 11 هذه لو سجلت منها 3 أو 4 هنا تفرق انت ارجع للعب في التارجت اللي هو في حيز المرمى في حيز المرمى العراق في اليابان كان له 11 فرصة تسجيل فمعناته استحواذي انا ايجابي بس عاد في رعونة في التسجيل ما وفقه هذا شيء ثاني وزي ما تفضلت احيانا نكون 70% والفريق الثاني 30% ويفوز على هجمة مرتدة يعني دكتور الاستحواذ خلينا نتكلم برضو على هنا الهلال روشن السعودي الدوري عندنا سرعة الكورة تحرك بدون كورة لما بتكلم الدكتور على المنتخب الياباني سرعة الكورة في الاستحواذ في التناقل بين المدافعين ولاعيبة الوسط هذا فنيا ولياقيا انت اقوى من الخصم هذا اللي قدامك والتحرك اللي بتشوفه بدون كورة اللي بتنخلق منها فرصة واثنين وثلاثة واربعة على فكرة الاستحواذ مهما تكلمنا في الموضوع ده ما حتخلص تقول لي استحواذ 60% 70% إذا كان الاستحواذ صحيح وبيتناقل الكرة بسرعة وتحرك بدون كرة ومهاريا أنت كويس يعني بتشوفها في أندية واضحة بس أنت بيضيع بدل الفرصة 10 أنت قلتها إذا كان صحيح معناته مو استحواذ صحيح مو شوف هو شوف شوف الفريق الكبير بيحكمك الفريق التقيل اللي هو فعلا بالاستحواذ ليش لما لعبوها المدربين الكبار دول في العالم الكرة ما يقدر أنا كمهاجم ولا كلاعب وسط ما أقدر أروح للخصم عشان أقطع الكرة لأنه بيمرر الكرة بإتقان بيستلم الكرة بإتقان بسرعة بداخل البطن بخارج القدم بداخل القدم هو ده اللي بيصير غير كده التحرك اللي بدون كرة أنت بتشوف لما بتشوف سعود عبد الحميد طائر هنا وتشوف اللاعب الوسط هذا هنا هذا تحرك بدون كرة لياقين هذا شامل الاستحواذ شامل الاستحواذ انك تتحرك بدون كوره بس شوف نقطه رد بس انا شوف بتكلم الثغرات كيف بتصير هي شوف دقيقه خلونا بس نشوف زميلنا بندر الفليت في سوق واقف في الدوحه واجواء الجماهير في قطر تابع ما في نجوز مول رواق Yeah.
مساء الخير عليك أبو نواف، مساء الخير على ضيوفك الكرام، أيضا مساء الخير على جميع متابعين القنوات الرياضية السعودية. أقف هنا في سوق واقف، هذا السوق اللي اليوم مليء بأهازيج الجماهير، الجماهير البحرينية والسعودية وأيضا العراقية التي انتصرت أو انتصر المنتخب العراقي اليوم وتصدر مجموعته وتأهل لدور 16. وأيضا نتمنى التوفيق للأخضر الذي اليوم أجرى حصة تدريبية في تمام الساعة 17:00 ونقلت مباشرة على الهواء عبر القنوات الرياضية السعودية. اليوم عقد السيد روبرتو مانشيني مؤتمره الصحفي الذي في استعدادهم التام لمباراة تايلاند، وأيضا أوضح عدة أمور يمكن يكون من ضمنها أنه نفى التصريح المنسوب إليه بعدم قدرة المنتخب على تحقيق البطولة، وقال بل هناك فرق متقدمة في التصنيف الدولي عن المنتخب السعودي، هذا الذي قصدته. أما بالنسبة للبطولة فنحن قادرين على تحقيق البطولة ونتمنى أي فريق يأتي إلينا، لأنه إذا ما فزت على الفرق القوية فإنك تستطيع تحقيق البطولة. الأجواء هنا خيالية زميلي محمد، وطبعا تسمع معي هزيج الجماهير، ولكن يقف الآن بجانبي الإعلامي السعودي الصحفي علي القطان من صحيفة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بك زميلي علي، أحييك ورحب فيك. اليوم المنتخب السعودي اليوم عقد السيد روبرتو مانشيني المؤتمر الصحفي، أبرز ما لاحظته في هذا المؤتمر؟ طبعا أبرز ما لاحظته في المؤتمر، المدرب اليوم كان هادئ أكثر من المرات السابقة في حديث وفي تركيز على المنتخب السعودي، يعني كثير من الأسئلة كانت خارج إطار المنتخب السعودي فحاول هو يبعد نفسه. وأيضا اللاعبين اليوم كان فيصل غامدي، أيضا كابتن فيصل كان معه، وسؤل من صحفي أجنبي، وهذا نقطة مهمة جدا، سؤل من صحفي أجنبي بشأن العلاقة مع كريم بنزيما اللاعب العالمي المعروف، فالمدرب هو أشار لنا لا يتحدث في هذا الجانب، فهذا يدل أن المدرب هو بنفسه مركز ولا يبقى أي أمور تدخل في يعني صلب الاهتمام بالمنتخب السعودي. جميل. حسابات المجموعة، غدا يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب التايلندي، ومنتخب سلطنة عمان يلتقي أيضا منتخب قرقستان، كيف تشوف حسابات هذه المجموعة؟ طبعا المنتخب السعودي غدا التعادل يكفيه بحكم أنه يعني تفوق على المنتخبين، فأعتقد المباراة بكرة التعادل يكفيه ليتصدر المجموعة، لكن مثل ما ذكر الكابتن مانشيني أن الصدارة ليس كل شيء. اليوم العراق مثلا تصدر بتسع نقاط، المنتخب القطري بتسع نقاط، لكن مباراة خروج المغلوب تتكلم عن الخصم المتوقع. أيضا المدرب في هذا الجانب ذكر أن الخصم المتوقع يعني ممكن كوريا أو الأردن أو البحرين، مش ممكن بيكون سهل مهما يكون هذه الانتخابات، ولذلك أعتقد غدا المنتخب السعودي قادر أنه يحسم المباراة، ولو أن لعب بفريق كما ذاك المدرب راح يدعم الوجوه الشاب بيعطيه فرصة بكرة المنتخب نتأهل يعني، فأعتقد غدا المنتخب السعودي قادر على أنه يعني يواصل طريقه ويأكد أن المنتخب قادر على أنه يفعل شيء في هذا الطريق. مباراتنا غدا صعبة أمام تايلاند ولا يعني لأنه الفوز يجيب الفوز؟ نعم بكل تأكيد منتخبنا السعودي، تايلاند منتخب متطور جدا، ومنتخب حتى يمكن أنا أراه أفضل فريق تنظيما في البطولة يعني بعد أو في مجموعتنا على الأقل، يعني بعد المنتخب السعودي منتخب تايلاند يقدم مباراة كبيرة جدا، هو وأكثر حظوظا هو يكفي التعادل، هذا منتخب تايلاند يمكن حتى التعادل يعني أو الخسارة يتأهل، فأعتقد المباراة راح تكون بالنسبة للمنتخب السعودي تحصيل حاصل، المنتخب السعودي إن شاء الله متصدر وذاهب للدور الثاني. اليوم نتكلم عن الدور الثاني، أهمية مباراة خروج المغلوب يعني لاعبي الخبرة المظهرة بالدور الأول مثل سالم وعدل من الأسماء متوقع يعني بدون ظهوره بالدور الثاني. جميل، شكرا لك أستاذ علي. شكرا جزيلا أستاذ، يعطيك العافية. إذن أبو نواف كان هذا حديث الأستاذ علي القطان الصحفي بصحيفة الشرق الأوسط. طبعا أكيد الجماهير لها حق علينا، والجماهير متواجدة للأمانة، الجماهير السعودية في كافة أنحاء الدوحة وأيضا في سوق واقف. وليد تفضل، أحد الجماهير السعودية. وليد اليوم نلاحظ يعني جمهور السعودي هزيج زي ما تشايف، بكرة المباراة كيف شايف منتخبنا؟ طبعا أنا سبق وقلت وأن المنتخب السعودي بمن حضر لاعبين قادرين، إدارتنا قادرة، دائما نبغى للشيء الإيجابي الموجود، نحن جايين نمثل الوطن،
المملكة العربية السعودية غالية علينا، الكل عايش جو الفرحة لأنه دائما السعودي عايش القمة ودائما يعرف طريق القمة، وهذه عاداتنا. يعني أخواني في الاستوديو ممكن يوافقوني هذا الكلام، ما في شيء صعب، نحن مثل جبال طويق زي ما قال سيدة سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وشايف من شايف الجمهور، ويظل الأخضر لونه هو الأقوى وهو الرقم الصعب في أي بطولة. حضور المنتخب السعودي الصقور الخضر هو نجاح لأي بطولة. اليوم نتفاجأ أنه متمنوا تواجدنا في كل محفل، السعودية باقية، أثبتوا في المباراة الأولى والثانية، وإن شاء الله الفال اللي قدام، وهذه عوائدنا. بما أنك في مجلس جمهور السعودي، استعداداتكم لمباراة غدا؟ إن شاء الله بإذن الله بتكون في مسيرة جاهزة ولجميع الحاضرين، دائما عنوان الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله متواجد. منتخبنا السعودي نتمنى له التوفيق، رسالة للاعبين كونوا قدها، إن شاء الله بإذن الله أنتم قد المسؤولية، نحن في وطن عظيم، الدعم عظيم، وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي ما يقصر، الاتحاد السعودي ما قصر، إن شاء الله بإذن الله نكون دائما طاقة إيجابية لهذا المنتخب، ودائما نقول قدام قدام وأنتم للمنتخب خدام. يعطيك ودائما نختم بيقول هلا هلا يا منتخبنا سعودي، ان شاء الله تحقق املنا سعودي، باسم الوطن سعودي العب بفن سعودي، باسم الوطن سعودي العب بفن سعودي، هلا 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 يا منتخبنا. ان شاء الله باذن الله الفال بكره ونجي نحتفل معاك بالصداره باذن الله، وانا في انتظاركم ان شاء الله باذن الله. والقنوات الرياضيه السعوديه في الملعب، في كتاره، في بيت صقر، في سوق واقف، كلنا متواجدين. انت مذيع جميل والديوانيه جميله، ونحن معكم قلبا وقالبا، ودائما نقول لسعودي جينا مكه ومدينه، لسعودي جينا مكه ومدينه، والفوز باذن الله باذن الله لينا. إذن محمد هذا الوضع هنا في سوق واقف، أنتقل إليك بالصوت والصورة، تفضل زميلي محمد. يعطيك العافية يا بندر، والله صوته زين هذا، كان خليته شوي استرسنا عليه صح يا أبو نواف. طيب ماشي، أجي أرجع لك لمحمد السراع عن مباراة اليابان وإندونيسيا. والله شوف انا يعني بترك مباراه اليابان واندونيسيا، لكن بجي مباراه اليابان والعراق اللي تتحدث عنها الاخوان، وبعدين اعرج عن مباراه اليابان واندونيسيا. لكن احنا كمنتخب المفروض نستفيد من مباراه اليابان والعراق. العراق تعامل مع المباراه، هناك فوارق فنيه ما يختلف اثنين بين 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 المنتخب العراقي والمنتخب الياباني، لكن فيه نقاط ضعف في المنتخب الياباني موجوده. حارس المرمى، يعني ما عمرنا شفنا حارس مرمى في اليابان بهذا السوء، يعني بهذا بهذا المستوى. هذا جانب. الجانب الآخر عندهم الأظهرة جنبين ما هم يعني سهل جدا إنك أنت تخترقهم، يعني أو حتى يعني تضع الكرة خلفهم. وشاهدنا يمكن مباراة العراق خاصة بالهدفين، وكانوا نفس الطريقة ونفس السيناريو. النقطة الثانية، الكور دائما لمسكوها اليابانيين، يبي يعدل النتيجة. خط الوسط العراقي ما يعطي الفريق الياباني فرصة إنه يتحكم في الكرة، ودليل على ذلك كثير من لاعبين الوسط في المنتخب العراقي يقطعون الكرة من الخلف. اللاعب الياباني يحاول بقدر إمكانه إنه يتحرك، إنه يعني يستحوذ على الكرة، لكن ما يعطي فرصة. هذا جانب. الجانب الآخر ما يعطونه مساحات. يقطعها من الخلف، يعني معناته إنه ما يضغط. إيه لا مع الضغط. يعني معطيهم راحتهم. ما يعطي مساحة. ما يعطي مساحه، شف يعني ما يضيقون المساحات على المنتخب الياباني بشكل كبير. ايوه المنتخب الياباني تشوفه لاخر مباراه عجز يلقى الحلول، كان مثل الجدار اللي يعني الجدار اللي حامي يعني المرمى. هذا ترى الهدف، حتى الهدف اللي جاء لليابان خطا من حارس المنتخب العراقي. يعني ما هو يعني ما هي يعني يتكلم حرفنا ولا يعني تحس انها يعني ممكن ماشي. جمله تكتيكيه او شيء، لا هي جاء من ركنيه وخطا. طيب عود على مباراه اليابان واندونيسيا. بالنسبه لمباراه اليابان واندونيسيا، انا اعتقد ما تقدر تحكم على المنتخب الياباني مع المنتخب الاندونيسي. المنتخب الاندونيسي يعني ما هو ذاك المنتخب اللي يعني يستطيع ان يجاري اليابان، خلينا نكون صريحين. ولذلك هذه المباراه بالذات انا ما اعتقد انها تعطين انطباع ان المنتخب الياباني
هذا شكله هذا يعني صورته هذا وهذا يعني وهذه قوته هذه قوته يعني لا أعتقد المنافس ما كان فيه ما كان منافس دقيقة بالله على القياس بس النقطة المهمة بالنسبة للمنتخب العراقي احنا لازم نعرف المنتخب العراقي كيف نتعامل معه لانك ممكن انت تشاء الظروف وتقابل المنتخب العراقي زين اللي حدث لنا ب 2007 مفترض انه ما يتكرر الان المفروض المنتخب العراقي تعرف شلون تتعامل معه ما يعني المنتخب العراقي دائما يبحث عن هدف مع بدايه المباراه هدف يحاول يستغل اي اخطاء معينه ولذلك ما تعطي فرصه هذه من الاشياء المهمه جدا شوف 2007 نفس اللي سووه قرقستان معنا سووه العراق في 2007 خابر لكن الحكم يختلف هنا الحكم صارم عطاك حقك في المباراه مو الحكم لا خلينا نرجع 2007 لو على الحكم كل الكرتين الضرب ما اعطاها اصفر إيه كان يعطيها اصفر طيب ولذلك الفار هو اللي انت تقول قدام اندونيسيا لا تقيس إيه انا ما اعتقد شفت مباراه اندونيسيا ممتاز بس خلنا كم انا سمعت وجهه نظرك العراق من لعب مع اليوم ما فيتنام هل هذا قياس تعتبره قياس ولا لا؟ لا ما أعتبره قياس لأن ترى فايزين في وقت بدل الضايع بركلة جزاء من الفيتناميين كانوا محرجين العراق لكن ترى المنتخب الياباني فقد يعني ما تقول لي ما في قياس يا باش مهندس انت رياضي بطبيعة الحال انه بيكون عنده ردة فعل قدام الاندونيسي لا ما في شيء اسمه ما في قياس كل مباريات لها قياس كاس آسيا حقيقة تبدأ في دور الستعش يعني شوف الحين في منتخبات في دور المجموعات ما يظهرون يفاجئونك في الدور الثاني يعني ما نقدر نستعجل بالحسابات تفضل انا بس على القياس وما القياس فعلا الان المنتخبات هذه اللي جلسه تتطور اندونيسيا فيتنام تايلاند هذه مقياس حقيقي انت بكره انا خاف من تايلاند ترى فعلا اندونيسيا او حتى فيتنام تغيرت كره القدم السرعه الاستحواذ اللعب السريع تناقل الكرات تغيير مراكز تغيرت تماما لكن انا اعود لنقطه الاستحواذ اللي تكلمنا عليها كثير الاستحواذ لم يعد يجدي ابدا في مشوار كره القدم الاستحواذ ايجابي شوف عمر استحواذ ايجابي وفي استحواذ سلبي كثيره من خلال الاستحواذ الايجابي نتكلم عنه ابو ماجد شوف نتكلم عن ابو ماجد اللي هو في جمل تكتيكية ما يتحقق إلا ما ندر وذكر نموذجين مباراة الهلال والنصر اللي كان النصر مستحوذ بنسبة 70% والهلال وأنا أذكر الهلال والفيحة الهلال كان مستحوذ 70% ومن لم يقف للهلال إلا الفيحة بس الطريقة يا أخي أنتم مشكلة تحسبون الأشياء تحسبون مثلا الأمور من مباراة مباراتين النصر لعب 20 مباراة مثلا مستحوذ في هالعشرين مباراة فاز منها ب 18 وخسر ثنتين انت رايح للثنتين وتارك ال 18 دائما هذه مشكله الاستحواذ لا انت يعني الثقه اللي تقولها فيها انه الاستحواذ ما هو مجدي هذه كارثه فنيه يا اخي هذه كارثه فنيه يا اخي ما في طريقه واحده مستحوذ يعني انا احسن منك بس في فريق مدرب يلعب بتكتيك يا حبيبنا هذه تمشي معك المباراه يا عمر أيوة. هذه تمشي معك المباراة يعني أنت توفقت أنه الفريق الثاني هذا المستحوذ صحيح. أنك أنت دافع بطريقة كويسة ما تعطيه المساحة للتسديد الفرص تضيع وبعدين تقول لا الاستحواذ ما يفيد لا مفيد بس كرة القدم ما هي بكلها استحواذ استحواذ جزء كله. جودة التنفيذ واللعب الباصات طيب أنت لا تقول نعم تفضل يا أبو عبد الله بس قبل عبد الله لأنه أنا اللي طرحت الفكرة هو ما نقول أنه الاستحواذ أنه سيء هو أكيد أنك تستحوذ تفوز زين بس نقول مو بالاستحواذ معناته أنه أنت راح تفوز لأن انت قلت اكبر كذبه انه يعني اذا استحوذت يعني انك راح تفوز لا انك انت كان انت وصلت جبناها على اليابان موضوع والعراق الاستحواذ هذا جبناه على اليابان غير والعراق غير مفيد ما خالف جبنا انا عندي امثله من اليوم الى يوم القيامه اقدر امثل لك بس تعطينا 10 بفرصه لو جاء جول يا اخي ما هي تاخذ بعدها 4-5 ماشي يا شباب لا لحظه ماشي لحظة. طيب كمل يا فيصل عشان نروح للعب ابو عبد ابو ناصر استحوذ فاز العراق ايه ليونان ما ادري 2004 ما ادري 2000 ما ادري وش حد ما يتعدى ملعبه استثناء واخذ البطوله استثناء بس احنا قاعدين نقول انه في كره القدم الاستحواذ وحده ما يفوزك بكل تاكيد يعني انت الان لما تيجي تعطيني امثله حتعطيني 10 امثله بس في قدامك 200 يردون على هذا القصد اللي بوصل لك اياه تفضل ابو ناصر طيب انا يعني بتكلم عن موضوع الاستحواذ يعني اذا انا متابع
وابغى استمتع. يعني من اللي يمتعني؟ اللي يستحوذ ويتناقل الكره اكثر قدر ممكن من الدقائق ويبني هجمه، ولما تنقطع يقدر يسترجع الكره ويتناقل الكره يعني فتره طويله ويرجع يبني هجمه، ولا الفريق اللي ما يستحوذ الكره يعني بين اقدام لاعبيه بس يقطع الكره وكذا لا وشتت يعني إيه. احنا مثلا اخذ مثلا النصر مثال، يعتبر من الانديه الفرق الممتعه داخل الملعب لانه يستحوذ ويتناقل الكره اكبر قدر ممكن. هذا جانب. الجانب الثاني موضوع اللي تكلموا فيه الاخوان حول القياس وما القياس. يعني اذا انا مثلا بقيس اليابان قدام فيتنام وهو اضعف، بقول الله مثلا هذا اللي قال الدكتور وبحكم عليه ولا احكم عليه ضد العراق. طب العراق هو الفريق القوي وهو الفريق اللي مفروض اني انا احكم على المنتخب القوي اذا واجه منتخب قوي. طيب ابو نواف يقول لا استراليا كيف تحكم عليه وهو ما واجه فريق قوي؟ استراليا احكم عليه وهو ما واجه الا الهند. طيب الهند وفيتنام واندونيسيا فرق قريبه من بعض، صح ولا لا؟ قريبه من بعض كيف؟ في المستويات. الهند اندونيسيا فيتنام يعني حتى طموحها قريب من بعض. انا اقصد انه أنا أقيس على أستراليا مثلا أو اليابان أو في المباريات القوية، وأيضا ترى ما بعد واجهوا فرق قوية منتخبات قوية، طريقة التعامل مع المباراة كيف يخرج بأقل إصابات بأقل إرهاق زي المنتخب الأسترالي. يعني بغض النظر أنه والله مثلا ما فاز ببطولة آسيا الأخيرة أو اللي قبل أو كذا، أن نقول أنه منتخب مثلا قوي ومرشح. اليابان منتخب قوي ما نختلف عليه، لكن أمام المنتخب العراقي يعني ما كان المنتخب اللي احنا نعرفه. يعني لما بتكلم عن ضعف في حراسة المرمى وسهولة اختراق من الأطراف وتلقي 5 أهداف، يعني معناتها في مشكلة، معناتها ليس منتخب المرشح الأول، ليس المرشح الأول، مرشح من ضمن مرشحين. والآن دخل العراق مع المرشحين، المنتخب السعودي إن شاء الله يعني إذا حقق العلامة الكاملة بإذن الله بفوزه إن شاء الله بكرة بينضم للمرشحين بشكل أكثر وأكبر. طيب خلونا نأخذ فاصل قصير ونرجع نكمل معكم الجزء الثاني من الديوانية. رفعنا البيرق الأخضر بفخر وكهلنا الأخضر بيارقنا سعودية وعلم كل العرب أخضر علم كل العرب أخضر هنا من مسرح الأحداث الكروية القارية، هنا من دوحة الأرض العربية التي تصدح فيها أكثر من 14 لغة مختلفة و24 شعارا والآلاف من أصوات الشغف، هنا من مساحة الحضارة والثقافة القطرية التي ترتدي الإبهار والتطور،
هنا سوف نكون معكم بأسلوب مختلف. برنامج هنا آسيا هو مسرح الأحداث وأرض التغطيات المبتكرة ومساحة الإعلام الرياضي بأسلوب فريد. موعدنا معكم في هنا آسيا من الدوحة يومياً الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. مرحبا فيكم في الساعة الثانية من الديوانية. أذكركم بضيوفي في حلقة اليوم مع حفظ الألقاب جاسم الحربي، عبد الله خوقير، محمد السراع، عمر الكاملي، فيصل الجفن وعبد الله الفرج. ننتقل بالحديث عن المباراة المنتظرة لمنتخبنا أمام منتخب التايلندي، تفاصيل نتابعها في التقرير التالي. شارف دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا على الانتهاء، وشهد في الوقت ذاته حسم المنتخب السعودي التأهل إلى دور 16، إلا أن الجماهير ما زالت تترقب الظهور الثالث أمام تايلاند وتمني النفس بالحصول على العلامة الكاملة. الأخضر يلاقي تايلاند يوم الخميس عند 6:30 مساء في مباراة يحتضنها استاد المدينة التعليمية، إذ التقى الفريقان 12 مرة وكانت الكفة الأفضل للأخضر والذي انتصر في 11 مباراة وتعادل في لقاء واحد. أما على المستوى التهديفي فقد زار الأخضر الشباك التايلندية 34 مرة مقابل 3 أهداف لنظيره التايلندي. المنتخب السعودي يدخل لقاء تايلاند بفرصتين للتأهل متصدرا سواء بالفوز أو التعادل، إذ يملك الصقور 6 نقاط في رصيدهم مقابل 4 نقاط لتايلاند، في حين تملك عمان نقطة وحيدة وتتذيل قرغيزستان ترتيب المجموعة دون نقاط.
نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا في مباراة أمام المنتخب التايلاندي. يبدأ معك عبد الله الفرج أبو ناصر المباراة هذه، وخلونا يعني دبلوماسية، خلونا مع المصلحة، مصلحتنا، وش أفضل لنا في المباراة؟ أفضل لنا نكون ثاني المجموعة، وأفضل لنا نلعب بهدوء وبتشكيل المدرب. يعني من الأشياء الإيجابية في مدرب المنتخب أن اختار عناصر يعني جديدة وشابة وتفاجأنا يمكن فيها، يعطيها فرصة. المنتخب يعني بدأ بداية ضد المنتخب العماني، أنا حضرتها في الملعب، و يعني طبعا كانت البداية صعبة هذيك المباراة، ويعني الحمد لله يمكن أنا أقول ساعدنا مدرب منتخب عمان لما تراجع بعد الهدف، وقدرنا نعدل ونكسب المباراة. مباراة قرقستان الثانية يعني فارق في كل شيء، المنتخب كان أفضل في كل شيء، وقدر يطلع يعني الحمد لله بدون لا في تنبكتي. إيه تنبكتي ما راح يلعب، لكن يعني نقول أقل تنبكتي مشكلة أنه أسبوع يمكن. يعني المفروض مباراة منتخب تايلاند المدرب يعني يحاول يلعب بالعناصر الأساسية، لكن يطعمها بأكثر من لاعب، تعرف أنت مع الإصابات هذه. يعني فرصة مثلا بديل تنبكتي اختاره عشان نكون ثاني. يعني طيب كأنك تقول أنت يا المدرب قل لعيبتك لا تفوزون. لا أنا ما نقول كذا، ولكن ما أنت يعني شو ما تقول. لا شوف أنا بقول دقيقة. شوف أنت تبغى كأساسية ما تيجي بالثاني. خلي يكمل شوف أنت تبغى يعني نقول والله للتاريخ ولازم نكسب كل المباريات. انسى التاريخ ذا، خلي على جنب. أنا أتكلم فيه مدرب بيقول لعيبته ما في لا تفوزون. لا ما يقول لعيبته لا تفوزون. تقول وش الافضل؟ انا سالتك ان الحين هذا الافضل ان نطلع ثاني. نطلع ثاني وجهة نظر الافضل، بس لكن المشكله كيف يتحقق هذا الامر مع يعني ما راح يجي يقول لك المدرب مثلا. وبعدين على فكره ترى منتخب موضوع اساسي احتياط، ترى ما في ذاك الفارق بالضبط. هي يعني حتى الاحتياطي يبغى ينجح. هي يبغى ينجح، بس برضو انت تحتاج احيانا الاحتياطي هذا اللاعب البديل الصغير اللي عمره ما مثل المنتخب. ايوه لازم يعني لما يكون نحن لما التشكيله ما عندنا لما يشترك أساسية لما يشترك في مباراه امام مرأة الجمهور القاره الاسيويه في محفل مثل هذا، ترى ملاعب المباريات في الدوحه كلها فل. جميع المباريات. نعم انا ماشي ما المباراه اللي نتابعها ملخصاتها واللي نتابعها يعني انا يهمني ان المدرب يواصل اللاعبين الاساسيين واللي يعتمد عليهم يكونوا موجودين، إضافة إلى يطعمهم بلاعبين يجهزهم المرحلة مقبلة زي تنبكتا. أنت محتاج لاعب بديل، فرصة إنه يعني يطرح فيه الثقة من الحين. ما تدري مثل ما تفضلت أسبوع يمكن تزيد، يعني الإصابة قوية. ماشي إيش تقول أبو؟ أنا أول شيء يهمنا المركز الأول أراه، لأن حتى يعطي قوة ويعطي هيبة ويعطي حتى للفرق الأخرى. أنا لما أصير صاحب المركز الأول وبالعلامة الكاملة وأكون أقوى هجوميا وأسجل غدا في مباراة الغد أهداف كثيرة، أكيد أي فريق حيقابلك حيكون حيعطيك احترام بشكل مختلف. فمن باب أولى أن حنطمع في الفوز مهما يكون. أنت من تقابل هذه ما هي مشكلة، أهم شيء أنت تؤدي بشكل مختلف، تؤدي بكل إصرار بكل عزيمة، تكون فريق داخل الملعب بشكل مختلف. أنا أرى من مصلحتنا الفوز ولا بديل سوى الفوز. إذا خسرنا من تايلاند وصرنا المركز الثاني، معلش إذا خسرنا من تايلاند وصرنا المركز الثاني ستضعف هيبتنا. ترى الفوز يجيب لك فوز ويعطيك قوة وسيدفعك للأدوار الثانية، وسيعرفون من هو المنتخب السعودي وقوة المنتخب السعودي سواء كوريا. إحنا شاهدنا اليابان والنماذج أمامنا، اليابان والعراق. العراق لما حقق العلامة الكاملة صار كل الفرق خايفة منه، وحيتأهل للمباريات النهائية وحيكون أحد ثلاثة المرشحين. ليش إحنا ما نكون هذه عزيمتنا وهذه إصرارنا؟ ترى كوريا أو حتى أستراليا أو حتى بقية لا يختلفون على المملكة العربية السعودية ومنتخبنا. منتخبنا إذا أدى بشكل مختلف وأدى بقوة وفزنا بثلاثة إلى أربع أهداف سيكون موقعنا مختلف، وسيكون وضعنا في البطولة مختلف تماما. رأسك عليك. العراق فاز على اليابان، عشان كذا فاز على اليابان. ما هي مقياس احنا مجموعتنا، تعرف منتخبات اللي في مجموعتنا اقل
صح ولا لا؟ هذه نقطة. النقطة الثانية يعني مدربنا كل في كل محفل هو يتكلم في كل تصريح يتكلم عن كوريا الجنوبية اليابان. لا غير إيران. كلامه اليوم غير كلامه. لا ما غير كلامه. قال إحنا جايين ننافس. لا اليوم. معليش يعني تتوقع أنت المدرب يبغى يقابل كوريا الجنوبية وهو حنتناقش في التصريح. المدرب يبغى يقابل كوريا الجنوبية وهو قاعد يرشح الأربعة. طيب ماشي أنت قلت وجهة نظرك أبو ناصر وتحسبها ترى على فكرة يعني ما في شيء اسمه يعني صح 100%. إيه طبعا يعني ما في وجهات نظر تختلف. أنا أقول أفضل إيه أنا أفضل إيه 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 وجهة نظر أطمح لك أنا أطمح للبطولة. طيب ماشي إيش رأيك أبو ماجد التشكيل اللي بنتكلم عنها لما نقول تنبكتي حسن كادش بيلعب عبد الله بليهي عجامي عون السلولي على فكره يعني التغيير لو لعب مفاجئ. لو لعب يعني اول مباراه بعون ما ياثر ترى لا لحظه ما ياثر المدافع كل الى الان التشكيله المنتخب السعودي انا رياضي كده شايفها ما هي ثابته غير الثلاثه اللي انت شفتهم تنبكتي اللي هو والبليهي وش اسمه ده ولا جامي هذول الثابتين والظهير حقنا اللي هو سعود الشمال هناك الإصابة وما الإصابة الحارس هذا اللي هو الموجود لكن تركيبة المنتخب بشكل كامل عادي يعني بيخرج بريكان بيخش شهري بيخرج سالم بيلعب بدا والمستوى والطريقة تحس إنها هي معتمدة على نجم بالضبط زي ما تفضلت أنت ولي قلت كلمة قلت لك بالضبط كذا ما يعني الصورة عادية جدا لكن نحن عندنا شخصية أنا مع كلام الأستاذ عمر من بيقول أنا الأول أنا الكبير أنت عارف الخصم هيحسب لك حساب وفي نفس الوقت لو كنت ضعيف تطمع الخصم اللي قدامك المنافس لو أنا تغلبت بكرة لا سمح الله الفريق اللي قدامي يسطع علي يعني عارف كيف يعني يبغى يعني يقول لك السعودية تغلبت من تايلاند اتعادلت مع تايلاند لما نكون أنا بشخصيتي الأول بطل قوي أصلا نحن السعودية بنلعب الآن وشخصيتنا موجودة الفريق البطل السعودي اللي بيحقق كأس آسيا تتكلم واضح ترى بنوضع الأمور أما لو لا واضح مو بواضح لا واضح لا يسطى ما ندري وش يسطى اللي هي تقول يسطى ما ندري وش يجرى علي يعني يسطى يفرض سطوته لا انت تخلي اللي قدامك يسطى عليك يصير ساطي عليك ماشي 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 من السطاوة هذه لا واضحة الكلمة على فكرة لا بس هو اللي مدقق هو لا معليش الكلام انا يعني ماشي لا مشي يعني تمشي اخضر ابيض لابس ايوه حقك المهم في الموضوع انه فعلا ليش اكون انا تقول لي افكر في ثاني اكون انا عقد الشواش ده افكر في ثاني افكر نحن الى الان ترى الى الان الشخصيه موجوده باسم المملكه العربيه السعوديه الفريق البطل بطل اسيا ده لكن في الملعب انا اتكلم بصراحه الشكل مو واضح 100% ما شفنا طريق لكن في روح وهذه اللي اشكر عليها لاعبين منتخبنا روحهم حلوه وجودهم في الملعب تكاتفهم مع بعض طيب ابو ماجد اليوم على انت ايت كلام عمر في موضوع انه ان المنتخب يفرض هيبته وقوته وانا الحين ابسالك سؤال المنتخب العراقي دخل البطوله هذه ما حد معطيه ذاك عرفت شلون القيمه الكبيره اللي انه منافس اوكي في على البطوله ايوه طيب دور ال 16 الفرق او المنتخبات لما تقابل المنتخب العراقي وهي الان تتعامل معه بشكل اكبر انه هذا مرشح فبالتالي حساباتها اكثر هنا ممكن يكون نقطه سلبيه للمنتخب العراقي وليست أبداً. ايجابيه أبداً انا اطرح تساؤل الحين أيه؟ ايش رايك انت ابدا ما حتكون سلبيه طيب. الفريق البطل زي ما تفضلت انت برضو كاس اسيا ابدا من الدوري ال 16 حيكون المنافسات يا تكسب اكسب كمل او تغادر برا ايوه خلاص انتهى الموضوع الان كاس اسيا حيكون بالشكل هذا أيوة. العراق لما فاز الفريق الخصم اللي حيلعب معاه اللي طالع من المجموعه اللي يعني الثاني مثلا وحيلعب معاه خلاص هو يعني خايف من العراق حاسب انه العراق أيوة. اليابان لما نتغلب من العراق طمع الفريق اللي بعد كده لعب ضد اليابان انه عندي فرصه انا ايوه مدامة العراق كسب اليابان
عشان كده أنا ما أقبل يعني كمواطن وكمشجع وكرياضي ما أقبل إنه منتخبنا يتعادل بكرة ولا يخسر لا سمح الله. لا إن شاء الله أنا دائما بدعم منتخبي ومنتخبنا ونقول إن شاء الله بروح الفريق وبروح الشعار الأخضر هذا والجمهور الجمهور اللي حضر اليوم أو دور تذكرة لوحدة واحد شخص يبغى تذكرة عادية جدا ما في كله منتهي شيء مو معقول جمهورنا السعودي هنا حقيقة شيء اللي جا الصدر اللبس اللي هم لابسينه أنت تقول لي أنت لابس أخضر الملعب بتلاقيه لونه أخضر الآن أصبح المباريات اللي بيحضر فيها منتخبنا بحي الجماهير السعودية فردا فرد لأنه بيلبس اللون الأخضر وبيبرز الملعب وبيبرز شكلنا كدولة عظيمة كبلد كمنتخب الحقيقة هذه هي بتساعدنا أكثر أما فنيا إن شاء الله نكون كويسين. طب من تتمنى تقابل كوريا الجنوبية ولا أي فريق ولا زي ما قال أبو نواف لا ما قلت دوري لا لا قلت دوري كأس آسيا دوري 16 بدأ كأس آسيا الفعلي يا أخي لو شفت طموح سوريا حتقابل يابان الروح والحماس تختلف ترى سوريا حتقابل بعد مؤتمر صحفي لمدرب سوريا قال إحنا طموحنا عالي زي ما العراق فازت على اليابان سوريا إحنا سوريا تأهل في أي مركز سوريا تأهل أفضل توالي يعني ما في ذاك أهدأ لما جاء يا أبو نواف ما في عنده أوبشن أصلاً يختار هو متأهل ثالث هو متأهل يعني ما هو بيبدأ الخيار إجباري حيلعب لحظة حبيبنا أنت الحين تعطيني مثال بمنتخب يكون عنده الخيار في اختيار مركز هو متأهل ثالث أصلاً ما عنده خيار يعني بس عنده طموح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل المنتخبات عندها الطموح فيصل تفضل وش السؤال شلون شو السؤال على المنتخب السعودي ومباراه بكره انت ايش رايك إيه يعني انه ودك ثاني ولا اول يعني ولا بشكل عام إيه؟ هو لان ثاني ترى انا مع ابو ناصر إيه؟ لما تروح تشوف لما تروح ثاني ترى وصل الى دور الاربعة أسأل مو بس مباراة دور 16 إلى دور الأربعة إلى دور الأربعة يعني أنك تقابل دور الثمانية ودور الأربعة أسهل من أنك تكون أول بس أكيد أنك ما راح نقول أخسر بكرة مستحيل هي خلينا نقولها كدردشة يعني أنه لا مو كدردشة يعني إحنا نحكي على أكيد أنك ودك تفوز بكرة أدري بس إحنا نحكي عن الصالح لكن في النهايه ما في احد يقول لمنتخبه لا ما ادخل ما في إيه؟ بس انه من عجائب خلينا نجيبها من العجائب انه الثاني راح يكون طريقة. اسهل حتى مو بس دور 16 أيوه. 8 ولا 4 تخبر الان صار في برامج من قبل ما تبدا الدوره قاعدين يفصلون في حاله الفوز من راح تقابله كذا فحتحصل انه الثاني راح يكون افضل اسهل من الاول منتخبنا ما جرب الى الان منطقيا ما تقدر تحكم عليه مثل ما تفضلتوا دور 16 هي مقياس الحقيقي أو بعد يمكن بعد دور الثمانية راح يكون المقياس لأنه دور 16 فيها أفضل الثوالث فالمستويات بس جيدين أفضل الثوالث صحيح بس يعني يبقى المستويات إذا تراتبية هو تأهل كأفضل ثالث فهو يعني من دور الثمانية أو خلينا نقول من مجموعة من الثمانية راح تكون هو البداية الحقيقية هو بالأرقام منتخبنا يعتبر الأفضل ما سجل عليه إلا هدف واحد اليابان عليه 5 أنت كده ما تعرف أحد يجيب واحد يحلل وتقول هذول عليهم 5 أهداف وهذول هدف يقول السعودية أفضل لكن مستويات يبيلك أنك تصبر صراحة علشان ما نرفع الطموح ونقول أنه منتخبنا مؤهل رقم واحد أو من ضمن المؤهلين يعني المباراتين الأولى هذه أنا ما عدها مقياس والثبات عند المدرب مع أني أنا ما بصفة يعني أنا ضد اللي يقول تصريحات والكلام لا أنا بصفة لأنه الرجل جاب في وقت محرج بالنسبة له وجاء على منتخب يحتاج تجديد بس أنه حتى الثبات على موضوع التشكيلة ماني شايف أنه ثابت يعني مجرد أنه يغير مركز مركزين هذا دليل أنه إلى الآن يجرب موضوع تنبكتي الكلام أنه يجهز ناصر الدوسري مو كادش أنه يلعب محل تنبكتي كجهة يسار أو يعني يلعب بالأربعة لا هم الثلاثة بس لأنه قدم ناصر يسرى فممكن أنه يلعب هذه التقارير اللي وصلت يعني ناصر يلعب يسار قلب سنتر كسر ثلاثة سنتر ثالث يعني إيه هو يلعب بالجهة اليسرى فهو يلعب الجهة اليسرى عارف بس صعب إنه جسمه ولا لا أنا أتكلم التقارير مو رأيي يعني اللي قرأنا التقارير اللي جت تقارير صحفية طبعا لأنه ناصر هذا من المعسكر إنه إيه بس أنت يعني يمكن وأنتم تلعبون وهو ترى تشكيلته مهي
ما هي دفاعية بحتة. احنا نقول الكرة الإيطالية الدفاعية انا شايفها متوازنة هجومية ودفاعية، متى ما هجمت انت عددك اكبر ومتى ما دفعت ايضا عددك اكبر، ففيها توازن. ماشي 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 ماشي، بس نعم. كون الناصر يلعب قلب لا لا قلب، هو ما يلعب قلب ثلاثة قصدك؟ اي هم هم اثنين في التكتيك طبعا. في التكتيك هذا صعب على ناصر ولا لا يا دكتور؟ في حالة خروج الظهيرة هذول يفتحون على الاطراف، بس نافع في حالة انك تكون ناصر كده انت اذا كان جاهز انت كده ناصر لغيته ليه؟ تلعب ورا ناصر مهاريا، شفت الشوتتين اللي شاتها، شفت الباصات اللي بيطلع بها، صعب انك ترجعه تثبته هناك ماشي. انا اشوف كذا يعني والله فضل برأي خاص والله. اول شيء اول حاجه انا يعني شفت كثير من البرامج الرياضيه على مستوى الخليج يعني اتكلم وفيها ضيوف، اغلب الضيوف من دول مجاوره يعني لكن كلهم ما سمعت ولا برنامج يرشح السعوديه من ضمن المنتخبات اللي تحقق البطولة. عدوا ست منتخبات، اليابان، استراليا، كوريا، إيران، العراق، العراق وقطر. السعودية ما زالت برا الترشيحات. وهذا شيء نظرة طبعا هذه. وهذا شيء أنا أعتقد أنه بالعكس ممكن أنه يخفف الضغط على المنتخب السعودي نوعا ما أتكلم. وهذا المفروض انه يولد حتى رده فعل عند اتكلم اللاعبين انهم هم يعني يثبتون جدارتهم بالعكس بالايام القادمه يقابلون. انا لو ما قابلت كوريا في دوري 16 ممكن اقابل اي فريق في دوري 8 يعني. انا رايي ممكن اقابل انا في دوري 16 مثلا الاردن مثلا وممكن الاردن تطلعني برا. أنا بالنسبة لي طلعني كوريا ولا طلعني منتخب ثاني لو بطلع أتكلم. بس أطلع من دور الثمانية ولا أطلع من دور 16؟ لا 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 شوف ما تفرق ما تفرق. إذا لحظة دقيقة إذا ما وصلت شوف رأي 100% دقيق. أنا رأي واحد له وجهة نظر. أنا رأيي إني أنا ما يهمني من أقابل. أنا يهمني إن المنتخب السعودي يلعب بأسلوب يعني متطور من مباراة لمباراة يرتقي المستوى. يعني مباراة مثلا بضرب مثلا مباراة عمان كان فيه أكثر من كورة خطرة على المنتخب السعودي نوعا ما. مباراة اللي بعده رغم من الفريق اللي قدامنا يلعب خشون ويلعب لكن ما احنا ما شفنا مباراة انتهت من أول دقيقة خمسة مع الطرد. لكن لو مباراة بكرة مثلا بنواف شاهدنا المنتخب السعودي مسيطر على المباراة بشكل كامل وقدم نفسه بشكل إيجابي ومميز هو قادر إنه يجابها المنتخب الكوري ولا غير الكوري. حنا في آسيا دائما تقابل حنا والكوريين، تقابل حنا واليابانيين، تقابل عادي يعني. فلذلك أنا باعتقادي إن مهمة المنتخب السعودي الآن ما يفكر من يقابل. مهمة المنتخب السعودي إنه 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 يلعب مباراة بقوة ويدخل البطولة يعني عينه على كل مباراة على حدة. صدارة المجموعة مهمة جدا انك انت تتصدر المجموعه على اساس ان الروح المعنويه الموجوده عند الفريق ونفس الانتصار الموجود وشخصيه الفريق ما تتغير. انا افضل بكره انه ما يجي علينا ولا جول. واذا جاء هدف ممكن لا سمح الله يجي ضربه جزاء يعني ما يجي اخطاء اتكلم من دفاعيه من الدفاعيه او زي كذا. فلذلك هذه كلها مؤشرات بالتاكيد. عندنا لاعبين الآن على مستوى المنتخب السعودي حتى الآن ما قدموا أنفسهم بشكل جيد لكنهم قادرين أنهم يعطون يعودون إيه. فلذلك نأمل فيهم. بالنسبة للكلام أبو محمد فيصل على أنه يبي يستعين مثلا بناصر الدوسري ما أعتقد لأنه لعب مباراة باكستان ولعب مباراة الأردن واستعان بعون بالمكان هذا واستعان بكادش عون لانه الان لجامي هو اللي موجود إيه؟ عون ما لعبه ممكن كادش ما لعبه في جهه يسار او جهه يمين إيه؟ عون اعتمد عليه هو الليبرو لكن إيه ممكن كادش ممكن اليوم كادش في لجامي هو اللي معتمد عليه في هالخانه صحيح بس إيه؟ انا اتكلم ممكن كادش ترى حتى لجامي انا شفت المباراه الاخيره يعني جت اصابه يعني من 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 اللاعب اللي اتكلم القرقستاني صراحه ضربه يعني توقعت انه يعني ممكن ما يكمل المباراه ايه. فلذلك الحفاظ على سلامه اللاعبين برضه دي مهمه بالنسبه للمدرب لكن بغض النظر يلعب عون او يلعب كادش او يلعب اي واحد
المهم هي استمرارية المنتخب السعودي بالتنظيم الدفاعي الجيد واستحواذ على منطقة الوسط واستطاعتهم أنهم يجيرون النتيجة حتى لو بواحد صفر. قضية الأهداف وكثرتها وقلتها ذي لا تعني شيء بالنسبة في البطولات. طيب أنا تعمدت أخليك آخر واحد يا دكتور جاسم كمدرب، كيف حساباتك مع مثل هالمباريات هذه في أول ثاني؟ وش الأفضل أنت من وجهة نظرك السيناريو بالنسبة لمنتخبنا؟ شوف مسألة أنك تختار فريق هذا ضعف منك أنك ترد تقول أنا بلعب مع هذا ولا ألعب معه. هذا ضعف. أنت فريق تأهلت على نهايات آسيا 6 مرات حققت منها 3 و3 وصيف. معقول أنا أختار أقول والله أبغى أصير الثاني ولا؟ هذا مو بصحيح. منتخب السعودي لا يمكن يعمل الشيء هذا ولا نقبل إلا الصدارة. من المفترض أنه يلعب أفضل العناصر الموجودة عنده، إذا في إصابة تمبكتي ما تخليه يلعب المباراة، البدلاء سواعون ولا لجامي موجود قادرين، كادش موجود، كلهم قادرين ولعبوا المباراة الودية، شاهد كلنا شاهدناهم وقدموا مستويات ممتازة. لذلك مسألة أني ما ألعب بمستواي هذا غلط. أنا مع المهندس أن تلعب بأفضل اللي عندك، تتصدر مجموعتك، تقابل كوريا، إذا ما قادر تعدي كوريا في دور الـ16 أرجع الرياض، أرجع الرياض ما فيها مشكلة، هذه كرة قدم. لكن صدقني إذا مشينا بالطريقة الصحيحة وقابلنا كوريا بإذن الله وفزنا حتكون انطلاقة للنهائي بإذن الله، ما يوقفنا إلا النهائي. ممتاز. طيب بسألك سؤال ثاني، إلى أي مدى إحنا أو أنصار فكر أنه إحنا نقابل المنتخب الأوزبكي أو المنتخب الأردني أسهل؟ إلى أي مدى إحنا متأكدين من هذا الرأي؟ شوف هو أنت ألعب من تقابل مش مهم عندك، أنت تلعب شخصيتك، أنت لك شخصيتك لك سمعتك على مستوى آسيا، حتى هذول المحللين اللي مرشحوك أحسن وأحسن لا يرشحونك. إحنا 2007 ما كنا مرشحين، قالوا من الأدوار التمهيدية، وهدف سعد الحارث الله يذكره بالخير آخر الدقائق على إندونيسيا خلنا نوصل النهائي، ولولا ظروف المباراة وقلت أنا الخشونة اللي كانت موجودة مباراة زايدة كان منتخبنا أفضل فنيا وأرهقنا من مباراة اليابان. مباراة اليابان خذت مجهود من اللاعبين عالية جدا، صحيح استنزفتنا طبعا ما في شك. لذلك أنا أتمنى أنه ما في شيء اسمه اختيار، أنت العب لاسمك، تصدر مجموعتك، اللي يجي تلعب معاه. وأنا شفت مباراة كوريا كلها ما يبديك ذاك الكوريا اللي تقول عنه صعب. الآن هم أقول لك هو التصنيف، الأردن تعادل مع كوريا، ومحمد يقول أنا ما أعترف بالتصنيف، لا أعترف بالتصنيف لكن مو بكل شيء التصنيف. التصنيف هذا بناء على نتائج، لكن في أرض الواقع لا، النتائج هي اللي تحسم لك المباريات. من مفترض مباراة تايلاند تكون حتى للتاريخ، يفوز عليك تايلاند للتاريخ مو بكويس في حقك. فبالتالي نفوز بكرة، نقابل مين؟ قابل كوريا، نقابلهم كلهم ما عندنا مشكلة. لكن إن شاء الله إذا فزت اللي أتمنى من المدرب أنه يبتعد عن التصريحات ويوقف مع الفريق. طيب الحين حنجي الموضوع، الحين حنجي الموضوع، بس عندي تعليق بسيط على 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 كوريا. انت تقول انا ابغى الثاني، انت بتحدد من عندك. طيب كوريا ممكن بكره كوريا تكسب الاردن تخسر ولا تتعادل، ركز وتقابل كوريا مره ثانيه. يعني حتى ما اصله ما في في الرياضه وفي كره القدم ومدرب ولا نادي ولا منتخب يقول للاعبين اخسروا ولا تعادلوا ولا جاملوا، صحيح مشوا المباراه كده، لا ما في، ما حتنقال خلاص، ما تنقال دي، لانه ممكن كوريا بقول لك بكره تكسب والاردن تتعادل ولا تخسر، جاتك كوريا وانت الثاني. الله يحييك يا كوريا، زي ما تفضل الكابتن ياسم، خلاص انت دخلت مرحله الـ16 كاس اسيا، تبى تكسب يلا ما يهمك من تواجه. طيب لازم تكون متواجد. استفسار بس رأيهم بطريقة أخرى، يعني وش الأفضل للمنتخب، منتخبنا الحالي بطريقته الحالية مع المدرب من خلال المباراتين اللي شفناها، وش أفضل علشان يقدم يواجه كوريا الجنوبية بطريقة لعبة ولا يواجه؟ هم قالوا رأيهم لا لا فنيا، خلينا نقوي ما كيف عن القوة والضعف. لا أحيانا تعرف أنت قبل سنوات طويلة كنا نحب نقابل الكوريين ونكسبهم، تتذكر
لا والله ما قد حبيته. الكوري الجنوبي والله ما قد حبيته. لأن تاريخ معهم يعني. إيه تاريخ زين بس يعني نشفون دمك لين. 5-4-1-0 5-4 حقت ماجد 1-0 حقت ماجد. كلها مباريات قوية. أنت الحين تقولها لأنك انتهت فزت. لكن قبل ما تبدأ المباراة. لا بس. حطيتك على قلبك. نلعب يعني شخصية المفروضة عليهم حتى لو يعني تخيل أنت تخسر 2-0 وترجع تقلب عليهم كسبناهم أكثر. جميله جميله لان انت الحالي الان يتعلق بمنتخبنا وطريقه منتخب جديد وطريقه لعب جديده إيه؟ وش الافضل على اساس المنتخب يؤدي مع مانشيني من خلال المباراتين اللي راحت انه يقابل اوزبكستان او الاردن ولا يقابل كوريا الجنوبيه؟ انا شايف الاردن من وجهه نظري صعبه ما هي بسهله. انا اقول الاردن يعني الاردن لو قابل شوف الاردن لو قابل المنتخب السعودي حيبذل جهد مضاعف. يعني زي ما قلت لك ما هي يعني كوريا بيخليك تلعب فهمت في حسابات اخرى مباراه المنتخب الاردن فنية. ممكن تعتمد فيها على غير الامور الفنيه يعني مثلا يعني نتكلم على الصلابه تعرف ال بيفتح الملعب يعني عرفت بيقفل عليك ما حيعطيك الفرصه انك تلعب منتخب الكوري لا المنتخب الكوري حيخليك تلعب يفتح الملعب هذا هو الفرق. طيب ماشي عندك ابو هاشم الانباء تتكلم انه طبعا المنتخب حيدخل بالفريق الرديف بكرة في أمام المنتخب التايلندي. في المقابل إحنا عندنا الحراسة بالذات ما اختبرت في المباراتين السابقة. هذا يعني خبر مؤكد؟ لا الأنباء قلت لك إنه أيه؟ الأنباء تقول إنه حيلعب بالمنتخب الرديف. يعني واحد مثل الكسار. بنواف. واحد مثل الكسار اللي ما هو بأساسيين يعني اللي ما كانوا أساسيين في المباراتين اللي راحت. بس لا بس طبيعي نحن كرياضيين ومتابعين. إيه؟ البريكان لعب لعب الشهر لعب متساوي هذولي 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 الاحتياط أفضل من الأساسي والاحتياط أفضل من الأساسي. دقيقة يا حبيبي أنا وين رحت كلامي على موضوع الحراسة. نعم. الحراسة لم تختبر فبالتالي القصد أنه حتى لو كان فيه الفريق الرديف من صالحنا أن يكون الكسار أساسي مشارك لك. أساسي حتى خبرك. يختبر حتى فعلا يخش في الأجواء المرات اللي راحت كلها ما فيه لحظة ليش يبغى يلعب بالفريق الرديف للساعة ما حيلعب خيارات ما حيلعب ما حيلعب منشيني هو دقيقة خيارات الله يقول لك أنباء يعني براحته يا أخوي هو مدرب كاميرا القنوات الرياضية موجودة في الملعب في التدريبات اي طيب مصادر موجودة يعني معناته بكرة بيلعب الرديف يعني مصادر القنوات الرياضية دائما يعني وغالبا تكون بس التشكيل ايه؟ ترى يعني ما يوضع لا طيب إذا كان صحيح إذا كان صحيح لماذا يلعب بالفريق الرديف كوريا بكرة تكسب والأردن تتعادل ونقابل كوريا انت تبغى توصل لكذا انت تبغى توصل لكذا المدرب لن يغير فريق بأكمله انا بتكلم عن الفريق سيغير 3-4 لاعبين هذول الثلاثة والأربعة لاعبين اللي حيلعبوا انت ترك معي بكرة انت ايوه مستوياتهم حتى لو لعب غريب من افضل لعيبة اللي داخل الميدان واللعيبة لو لعب فراس البريكان من افضل المهاجمين فمستوياتهم ليست بعيدة عن مستويات اللاعبين هذا مو رديف حتى لو لعب الدفاع كادش نعم قادرين هذول شبه الفريق الاساسي التغييرات هذه وش المنتخب اللي يتغير 6 لاعبين ما يتغير لا مو تغيير 6 لاعبين في مباراه عن مباراه هذا منطقي هذا دكتور ليش قلت منطقي في مباراه العراق لحظه العراق الان ليش قلت في مباراه المنتخب العراق انسجام يا رجل طب ليش انت الان منتخب عراقي مريح لستة اليوم ما قلت شيء انت ليش ما قلت شيء انتوا اللي مشيتوا لا تقول انتوا لا لا اعطيتك الفرصه انك تتكلم وقلبت الحين انتوا بالعكس انا اللي قاعد اقوله انا بس ما فاتتني الموضوع هذا ما ذكرت الا الحين يوم جينا على المنتخب لا ذكرتني وصارت يعني في صالحي الموضوع هذا موضوع المنتخب العراقي لماذا المنتخب العراقي لعب الرديف اليوم ضامن التاهل صح ايه ولا لا ضامن التاهل إيه؟ ضامن التاهل وشو ها ضامن التاهل ايش ضامن التاهل يا ثاني إيه؟ وحنا متضامنين بالتاهل يا إيه؟ ثاني يا اول يا ثاني اول بس ممكن يكون ثاني طيب ممكن إيه؟ إيه؟ حتى عراق طيب. ممكن يكون ثاني يعني نفس الفكره طيب. نفس الفكره يبغى يريح لعيبته ما هو اهم شيء يا جماعه التاهل لا يصير فيه تداخل عشان الناس تسمع كويس ابو نواف التاهل هو الهدف هو الهدف الاساسي ايه؟ اول وثاني يحكمها حسابات مدربين انا وجهه نظري ايه؟ العب الرديف استعين مو بالهدف اني انا لا طب انت ليش انت انتقدت انه بيلعب بالرديف
وش ذا المنتخب اللي بيريح ستة؟ ليش وش كيف وش ذا المنتخب؟ لا لا دقيقة أنا منتخب أقول... فرنسا في كأس العالم ريح عشرة. لا لحظة. منتخب المنتخبات منتخب البرازيل ريح برضو نفس الشيء عشرة أشخاص. أبو نواف إحنا نتكلم عن الحين قضية أول وثاني، والإخوان تكلموا عن إنه لازم نجيب المركز الأول ونفوز وبنتيجة كبيرة. أيوة. ولازم نلعب بالأساسيين، تمام؟ لازم نلعب بالأساسيين. أنا تاني بغى. الآن لما صار المدرب يبغى يلعب بالرديف، معناتها إنه ما هو حريص على الأول، ما هو ما يسعى الأول بأنه يقاتل ويلعب يهدفه. طالما تحقق التأهل حساباتي أريح لاعبيني، أجهز مصابيني، أعد بدلة ممكن أحتاجهم فترة مقبلة. لو أنا لو المباراة حاسمة وأنا ما تأهلت بلعب بالأساسيين. بس في فرق بين انك تلعب بالاساسيين من يعني من اجل انه هذه فرصتك الوحيده، وفي فرق انك انت ضامن التاهل بتعطي الفرصه لبعض اللاعبين عشان تستفيد منهم في الادوار المتقدمه. هذا اللي صاير. بس لحظه، انت رايح بالك بعيد انه لاعب بالرديف عشان ايش؟ يتعادل او يخسر. لا يتعادل عشان يتعادل احنا الاول. يتعادل احنا الاول. انت قصدك انه يخسر عشان لو كان المركز الاول هدف أساسي لا يمكن التنازل عنه، ما فكر يلعب. إيه هدف مهم، هدف مهم، ولكن في أهم اللي هو أهم بالحفاظ على اللاعبين. طيب هذا فكرة. إيه بس أنا مو مهم. في فرق بين إنه يكون عندك أنت إنه لا أنا بنزل بالرديف عشان أصير الثاني. هذا الفرق. إحنا ما قلنا في فرق. طيب ماشي. أنا الأفضل يلعب بالرديف. طيب. حتى لو لعب بالرديف. حتى لو لعب بالرديف هو مطالب. ما هو رديف إنه يفوز. معليش. أو يتعادل. يعني مطالب على صدارة المجموعة. أنا أعترض أول شيء على كلمة رديف. أنت اللي قايل. أنا لا ما قلت، أنت قلت اللي في البداية. ما شاء الله عليك يا أخي، ما شاء الله عليك، حيلعب. أنت جبت لنا الخبر طبعا. صادق الحين. لو لعب بالفرق، أنا عندي ثلاثة لعيبة من أفضل مع محبتي واحترامي لل 11 اللي لعبوا المباراتين. فيصل الغامدي، عبد الرحمن غريب، فراس البريكان، أساسيين. هذول أساسيين يلعبوا في أي مباراة، لا خلاف عليهم للأمانة. رأس الحرب الأساسي. أي رأس الحرب الأساسي. فالتغييرات لن تكون بالشكل إنه حيغير 11 إلى 10 لاعبين، تغييرات محدودة. لكن هذول اللاعبين لهم طموح ولهم رغبة كبيرة إني أثبت من خلال المباراة إني أكون أساسي في المباراة الجاية. إحنا ما سلم ولا نسلم منتخبنا إن شاء الله فاز، ولا نسلم مباراة الغد. نعم. طيب دكتور، ما جاوبوا على سؤالي. موضوع الكسار مهم إنه يعني يختبر في مباراة بكرة أو مباراة اليوم. إحنا أصبحنا في إمكانية أن يختبر الكسار في المباراة هذه. شوف، مركز حراس المرمى عاد هذا تخصصنا، ما إيه؟ من المفترض أنك تستمر على حرسك الأساسي. إيه؟ ما فيها خيارات أني أعطي هذا فرصة وما أعطي هذه فرصة. يعني إحنا الهدف اللي تسجل فيه من ركلة جزاء بعد كذا ما اختبر ابدا بشكل فني اللي يطمئنك على مركزه. لكن للامانه خبرته كويسه، ومن خلال طبعا مشاركته مع عده فرق يعني بصراحه اعطى يعني معطي مؤشر انه من الحراس الجيدين. مركز ذا بالذات على اساس يتاقلم مع المدافعين ويكون في لغه تفاهم بينهم، من المفترض الحارس المرمى يبقى ما يتغير الا اذا في حاله ضروريه، اصابه لا سمح الله او شيء، او طرد لا في انفراد او كذا. لكن ما في شيء، لا المفترض يستمر. حنا قرقستان ما هو باختبار، وعمان ايضا ما كانت اختبار لتنظيمنا الدفاعي وحارسنا طبعا. صحيح. ما في شك، لان لا انت هجمات اللي عليك كانت قليله جدا. صحيح في اخطاء في الدفاع في التمركز وكذا، لكن ما كانت مؤثره على المرمى بحيث انك تخسر مباراه مثلا وتكون سبب في خساره. ان شاء الله مباراه تايلند يبين. انا شوف، انا مع انك تعطي فرصه للاعبين البدلاء اللي هم يعتبرون اساسيين زي ما ذكر الاخ عمر، لكن يا اخي من المفترض اني يعني انا وجهه نظري لا يقل عن 80% من الشكل العام للمنتخب تلعب فيه. نعم. مساله اني اريح هذا وريح هذا بس عشان ان انا بريحهم واعطيهم فرصه، لا. انت لابد الان مرحله الانسجام اللي نتكلم عنها تبدا من بكره اعدادا لدور ال 16. نعم. انت متاهل. طيب. متاهل ممتاز. فمن المفترض تكون هذه مباراه بروفا لدور ال 16 من نقابل ما يهم.
ماشي. تكلمت في المباراة أنت؟ تكلمت في المباراة. تفضل فيصل. أنت تكلمت ولا؟ تكلمت أنا. ماشي قضينا. خلاص. خلنا نطلع الفاصل يلا. قضينا. من مسرح الأحداث الكروية القارية، هنا من دوحة الأرض العربية التي تصدح فيها أكثر من 14 لغة مختلفة و24 شعارا والآلاف من أصوات الشغف. هنا من مساحة الحضارة والثقافة القطرية التي ترتدي الإبهار والتطور. هنا سوف نكون معكم بأسلوب مختلف. برنامج هنا آسيا هو مسرح الأحداث وأرض التغطيات المبتكرة ومساحة الإعلام الرياضي بأسلوب فريد. موعدنا معكم في هنا آسيا من الدوحة يومياً الساعة 5 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. رفعنا البيرق الأخضر بفخر وكهلنا الأخضر سعودية وعلم كل العرب أخضر علم كل العرب حياكم الله معنا في الجزء الأخير من الدوانية بمناسبة مرور 75 عام على تأسيس نادي الشباب. أقامت هيئة الترفيه مباراة بين الشباب وروما احتفاء بهذه المناسبة، انتهت بفوز روما على الشباب بهدفين مقابل هدف. كراسكو جاب هدف جميل، هذا المهم بالنسبة لنا طبعا في هذه المباراة، نظهرنا بهذا الهدف الجميل وبهذه المناسبة الكبيرة للشبابيين لهذا النادي العريق. نتابع أهداف المباراة. يأتي يوفنتوس الإيطالي، لمسة تصل على جهة اليسار، محاولة لمساعة روما في هذه الأثناء مع كرة ومحاولة خطيرة من جبهة اليسرى وكرة عرضية داخل المنطقة وكرة خطيرة. الشبابية الخطيرة على مرمى روما في هذه الأثناء، كاراسكو يلعب كرة قوية، الله الله، هدف عالمي يا كاراسكو، يسحرك يفنك يا متعة أقدامك أمام العبسي، خطأ من الدفاع، لوكاكو مرة أخرى، لوكاكو كرة أخرى والثاني لروما.
دفاعية قاتلة للشباب يستغلها القاطرة البشرية. طيب عموما مناسبة كبيرة بالنسبة للشبابيين بتواجد فريق كبير مثل روما الإيطالي، الجمهور اللي حضر، الجمهور اللي خلف الشاشات استمتعوا بهذا أو بهذه المباراة وبهذه المناسبة الغالية على مشجعي ومحبي نادي الشباب. تفضل يا أبو ماجد. حقيقة 75 سنة نادي الشباب بيحتفل باليوبيل الماسي، بس كنا نتوقع أن المباراة تتلعب على نادي الشباب، لكن هيئة الترفيه أعتقد هي حسب العقد ولا حسب ما أدري الظروف، لكن يظل نادي الشباب بيحتفل مثلا بعد 75 سنة بفريقه بنجومه، بس المباراة فنيا ما ارتقت للحدث يعني بقوة. أول شيء رد جماهير للأسف 4,000-5,000، الملعب فاضي، مباراة مصروف عليها ومصروف عليها. انا حتى كان معايا على التحليل حق المباراه كان فيها الكابتن سعيد العيران، كنت يعني بحكم الزماله وده بتكلم، الرجل قال لي ان شاء الله كنا نطمح انه ايه تكون حلوه، وهي حلوه ان شاء الله. كانت المباراه الاهداف حلوه، نادي الشباب جرب الحارس الجديد هذا حق الشباب، بس يمكن ظروف الشباب ما ساعدت يعني ظروف الشباب في المرحلة هذه ما ساعدت، لكن الأهم يا أبو ماجد هي المناسبة. نحن بس المناسبات صارت كثيرة عندنا الحمد لله، صار بس لنادي الشباب تحديدا الشباب يستحق هذه ممتاز. لذلك يا أبو هاشم اللفتة الرائعة من أبو ناصر هيئة الترفيه، نعم هيئة الترفيه لنادي الشباب بالذات. احنا شفنا الهلال وشفنا النصر، شفنا أيضا الاتحاد الأهلي، الأندية اللي كانت في الصورة خلال المواسم الماضية. اليوم هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار كان لها لفتة جميلة جدا للشبابيين بإقامة هذه المباراة وبذكرى مهمة بالنسبة لهم. للأمانة أول شيء شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، الشباب يستحق شيخ الأندية، ومن باب أولى أن يتم هذا الاحتفال ضد أحد الأندية العريقة العالمية روما. مباراة كانت جميلة خصوصا في أسماء لأول مرة اليوم تشارك، مصعب الجوير أنا شاهدت المباراة، مصعب الجوير أسماء جديدة أدت مباراة أكثر من جيدة، كراسكو الهدف العالمي الهدف الخيالي، فعلا تحس أنه رد الروح لهذا اللاعب، اللاعب لاعب كبير، لاعب عالمي يبغى يقدم شيء كبير للنادي الشباب تحديدا ولاسمه. اليوم حتى روما لعب بالفريق الأساسي، يمكن حتى الهدف الأخير لوكاكو لما نزل المباراة غير شكل الفريق، الغياب كثير من اللاعبين سواء المنضمين للمنتخب المنتخبنا الوطني أو حتى على المستوى الإفريقي، إحنا سايس والمهاجم الكبير اللي إحنا انتقدناه كثيرا لكن جالس يقدم في البطولة الأفريقية مستويات كبيرة، ولهذا المباراة طبعا نبيه كبير هنا بعد إن شاء الله بإذن الله، لكن مع الشباب إلى الآن لم يقدم مستوى، كان صدمة بالنسبة صدمة هي للأمانة، لكن نتمنى بعودته أن يقدم المستويات اللي تليق بنادي الشباب، هذا النادي الكبير النادي الجماهيري. نبارك لها الشباب هذا المناسبة، وشكرا لتركيا آل الشيخ هذا الاحتفاء بكل الأندية. نعم أنا صراحة معلوماتك أشك فيها. ليه؟ أنت مستغل أنه إحنا متابعين كأس آسيا الحين منتخباتها وحاط هذا اللاعب كبير وهذا اللاعب كويس في أفريقيا. في أفريقيا أنا متابع أفريقيا جيدا. أنت ما تنوم؟ لا الحمد لله كل ما شاء الله ما شاء الله قوة الله بالله، بس يعني الحين لا والله كل مباريات افريقيا الحمد لله. إيه اليوم اللي حفوتني طيب المغرب ماشي ماشي، بس انا ديالو ما شفت انا يعني الى الان هداف خرافي. ايه ان شاء الله ان شاء الله يرجع للشباب بهذا المستوى، اللاعب الاول على حساب كل اللعيبه المحترفين في الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي على لاعب تشيلسي هو اللاعب الاساسي الاول. طيب أولا أهني طبعا فريق الشباب حقيقة احتفاله باليوبيل الماسي، وأشكر صراحة وزارة الترفيه بوزيرها يعني معالي المستشار تركي آل الشيخ حقيقة هذه اللفتة الجميلة حقيقة من وزارة الترفيه لدعم نادي الشباب والاحتفاء فيه، وأنا أعتقد أنه نادي الشباب فريق عريق وفريق كبير يستحق هذا حقيقة
هذا الاحتفاء. وانا اعتقد ان نتيجه المباراه يعني نتيجه ايجابيه لما ننظر لما ننظر نادي الشباب ان عنده ناقص لاعبين اجانب وعنده واجمل ما يعني ما في مباراه صراحه هدف يعني كراسكو كان رائع جدا وجميل ومميز. لكنه بالاول والاخير انا كمتابع وك يعني محب لنادي التعاون اتمنى ان نادي التعاون يحتفى بهذا الشكل واي نادي بالمملكه العربيه السعوديه يتمنى انه يحظى بهذا يعني بهذا الاحتفاء. انا اعتقد انه شيء ايجابي جدا لنادي الشباب وانا اعتقد ان فرصه حتى او يعني لاي نادي يبي يحتفى بمناسبه معينه. انا اعتقد ان وزاره الترفيه عندها استعداد انها تتبنى نعم. مثل هذه الامور ماشي. طيب احنا نروح نتابع آخر الأخبار الرياضية ونأخذ تعليق ضيوفنا عليها. بيّن معالي الأستاذ بدر القاضي نائب وزير الرياضة بأن استضافة محافظة جدة لمنافسة فورمولا 1 خلال الأعوام الماضية قام بتحريك الجوانب الاقتصادية والعقارية والسياحية على أن يتضاعف النمو إلى ما نسبته 110% خلال الفترة القادمة. تستكمل يوم الخميس منافسة المرحلة الثالثة من كأس أمم آسيا والتي ستلعب فيها كوريا الجنوبية ضد ماليزيا والأردن أمام البحرين عند 2:30 ظهرا فيما تلتقي السعودية ضد تايلاند وغيرغيزستان أمام عمان في تمام 6:00 مساء. أوضح دومينغو سوليفيرا رئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد بأن الفريق سيتعاقد مع عدد من اللاعبين من أجل تعزيز الجودة إضافة إلى العمل على حل مشكلات الأجانب 10 والاكتفاء بثمانية لاعبين حسب اللوائح مبينا أن الميزانية كافية لإجراء التعاقدات في الوقت الحالي دون النظر إلى برنامج الاستقطاب والذي لا يعمل إلا في فترة الصيف. بيّنت مصادر صحفية عالمية بأن نادي النصر يعمل على تجهيز عرض مالي للتعاقد مع وان بيساكا الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد وذلك بعد رفض نادي توتنهام العرض المقدم من نادي النصر لضم اللاعب إيمرسون رويال مقابل 20 مليون جنيه استرليني نظرا لتميزه في الموسم الجاري. أتمت إدارة نادي التعاون إجراءات التعاقد مع اللاعب صالح أبو الشامات وذلك بنظام الإعارة قادما من نادي القادسية ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء. طيب ابدا من عندك ابو ماجد عن الخبر الخاص بنائب وزير الرياضه واستضافه الفورمولا 1 في مدينه جده ايه وبتكلم عن النواحي والجوانب الاقتصاديه والعقاريه والسياحيه ايوه متضاعف النمو الى حقيقه. انا كنت في مدينه جده العام الماضي واللي قبل يعني وفي نفس المنطقه السكن الخاص بي هناك في نفس المنطقه هذه في سكان كثير استفادوا من الناحية العقارية زي ما بتقول النمو استفادوا جدا في ناس لدرجة انهم سيبوا بيوتهم شققهم الخاصة دي اللي على الكورنيش وقاموا بإيجارها بأسعار خرافية لما انكتب هنا مكتوب في الخبر انه عقاريا حقيقة شفت لمست الحاجة دي بيجوا من الرياض ومن الدمام الأجانب السعوديين بيستأجروا على الكورنيش على المنطقة الفورميلا هذه أيوة. حقيقة بيستمتعوا بيدفعوا إيجارات وطبعا حتى عندك شقة في ذاك لا ما عندي هناك والله ما عندي والله ما عندي بس نفس المنطقة لا الزحمة أنا بتكلم لأني كنت أشوف الحركة الاقتصادية لأنه الخبر هنا مكتوب الحركة الاقتصادية الفول تراك التسويق لقينا حاجات الفعاليات اللي بتصير في المنطقة حقت الفورميلا أنا بكلمك عشان أنا متواجد في المنطقة هناك دخول وخروج السيارات بتلاقي أجواء حقيقة ممتعة جدا وبيجوا من الرياض ومن الدمام هذا غير نظامي هذا كيف يعني يكون واحد يأجر شيء خاص لا أكيد دحين حسب منصة إيجار يعني اللي بده يأجر الآن لفترة شهر زمان مثلا ولا 20 يوم أكيد بيخش على منصة إيجار وبيسوي الإيجار بس بيستفيدوا ماديا. أنا تكلمت الكلام ده بناء على اللي أنا شفته بعيني ولمسته
ومكتوب هنا فعلا حتى اقتصاديا نعم. التسويق ماشي. الفعاليات اللي صحيح. بتصير لو بتشوف ماشي. الشباب وبيجوا من المنطقة الشرقية من الشمال من الرياض طيب واضح واضح أبو ماجد نروح للدكتور جاسم عن خبر نادي الاتحاد رئيس التنفيذي ذكر بأنه في مقدرة لجلب لاعبين جدد في نادي الاتحاد في المرحلة الحالية وهذا خبر مفرح بالنسبة للاتحاديين أيضا ذكر بأنه لعدد الجانب بيكونون 8 وبيتم طبعا حل المشكلة بتواجد اللاعبين 10 والله شوف هي مو مسألة بالكم أنا يعني ممكن يكونوا 6 لاعبين مؤثرين أفضل من أجيب لي 10 لاعبين 4 منهم ما يفيدون محدودين الفائدة أي لكن هو رجوع للثمانية لاعبين وبكواليتي فني لحاجة الفريق فنيا أنا أشوف بالعكس هذا هو المنطق نعم ولا تكلف النادي بعد خزائن النادي من ناحية المالية لا في التكلفة فيه بس أيه. أنه الحين الاتحاد في حاجة أنه نوعا ما يعدل من الوضع يعني لازال عنده بطولة كاس خدمة حرمين الشريفين مهمة كاس السوبر يحتاج فيها إضافات فنية أقصد إذا زاد العدد آسيا صحيح إذا زاد العدد إلى 10 معناتها عندك تكلفة مالية نعم. إضافية صحيح لكن لما تقلصها لـ8 وتركز على هالـ8 أن يكونوا نافعين مقدمين أنفسهم فنيا من أجل الفريق بيختلف الوضع ممتاز فأبدا هذه خطوة تعتبر إيجابية من الرئيس التنفيذي نتمنى إن شاء الله الاتحاد يستفيد من فترة الاستقطاب هذه الصيفية ممتاز تعليق بس أنا أرى اليوم المؤتمر الصحفي مع احترامي للمدير التنفيذي مجرد حكي ليش مجرد حكي الاتحاد الأشياء الهامة جدا 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 هو قال 8 لعيبة الآن باقي 6 أيام من الفترة الشتوية تنتهي الفترة الشتوية هل يتم الاستغناء عن قروهي هل يتم الاستغناء عن روما الحدث الأكبر بنزيمة في جدة والفريق في دبي هل حلت المشكلة أنا أعرف أن خلال 24 ساعة في خيارات كثيرة بنزيمة سيذهب لليون الفرنسي أو للأهلي السعودي هذه مشكلات كبيرة الجماهير تنتظر هذه الحلول الصحفيين ما سألوا الصحفيين لا لا هو ما في صحفيين بس أنا أخوك أنت الآن يعني أنا هل أنا يعني من المنطق ومن المعقول معليش معليش يا أخي تفضل. أنا عندي تفاوض مع لاعبين الحين من العشرة زين إيه؟ مين اللي بمشيه في مفاوضات جارية وبيني وبين اللاعب هل من الحكمة ومن المنطق أني أطلع أقول أنا الرئيس التنفيذي بستغني عن اللاعب الفلاني 1 و2 و3 و4 عشان تدري أنت ما أدري أنا صحيح يا هذا عمل إداري معليش معليش ويخلص إلى آخر لحظة يا أبو نواف دقيقة بالله ما كل ما يعلم يقال نعم ما أدري صحيح ما كلها يا أخي هذا الرجل لحظة يا اللي ودت الاتحاد في 70 داهية يا سيد اصبر 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 يا لا تحمس الرجال رئيس نادي يعرف الكلام هذا نعم فيه بس ما كل ما يعلم يقال هذه ودت الاتحاد في 1000 وهذه قيلت والآن الاتحاد لا بس الإدارة الموجودة والمدير التنفيذي الآن الموجود مختلف تماما عن الإدارة السابقة يعني طيب ليش ما تحدث عن الأشياء الأهم الأكثر أهمية احنا ما نتحدث عن الأكثر أهمية السريع ما في وقت على السريع التعاقدات بنزيما مشكلة كبيرة إلى الآن هو في جدة بنزيما راح أحلها في المكتب ما راح أحلها عندك يا أخي ما حتى تحل أنت أقنع الناس إن هناك حلول إن بنزيما سيعود إن بنزيما لازم أن الشارع الاتحادي تحديدا طب أفرض إني أنا ما وصلت إلا شيء أفرض إني أنا إذا ما وصلت خلاص بين البديل يعني شوف يا أبو هاشم مو معناته إنك أنت قلقان لازم أريحك الحين أنا يهمني مصلحة الاتحاد ما هو بهمني انك ترتاح ولا ما ترتاح لا ولا بد ان يوضحوها ماشي طيب فيصل على السريع يا شباب خلكم يلا سريع انا مع رايه ترى باقي 6 ايام 5 ايام اذا شلنا اليوم هذا صار باقي 5 ايام اذا اليوم الى الان انت مو عارف ايش راح يصير هذه مشكله ترى تعيد نفس المشكله اللي كانت في الصيفيه ترى الى اخر لحظه شغل الاتحاد قاعدين يلحقون فانا اقول ترى كانت الإجازة 45 يوم تقريبا إلين ما تعود لك البطولة البطولة بعد كأس آسيا المفروض أنه أنت خياراتك محسومة وخالصة ممتاز أبو محمد أسألك سؤال هنا اليوم رئيس التنفيذي يمكن كمل شهر الحين أو شهر لا خلينا نقول شهرين ثلاثة بالتأكيد لما جاء فيه ملفات كثيرة عالقة شائكة بعد نقولها ما هي بعالقة بس نعم صحيح. تكلم على عقود لاعبين مرتفعة لازم أتخلص من من لاعبين الآن لازم أجدد وأجيب أحضر لاعبين عندي مشاكل في ما يخص بنزيمة وغيره
كثير من الملفات لا عنده. لا يمكن هو يعني يدلي بتصريح ويتحدث ان الخزينه موجود فيها فلوس كافيه للتعاقدات جديده ويتحدث عن قضية الثمان لاعبين إلا هو الآن مرتب وضعه بشكل جيد. صحيح. لا يمكن يتكلم بالكلام هذا يعني من أتكلم إيه من توقعات أو في أمور إجازة فيها أنه ممكن تحدث وممكن ما تحدث. هذا جانب. الجانب الآخر أنا ودي أتحدث عن حاجة معينة تكلمت فيها هنا بالديوانية. إيه؟ أنا يوم من الأيام لما تحدثت عن كريستيانو رونالدو لما يكون موجود في 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 النصر انه يعني الجماهير دائما تبحث عن كريستيانو، هذا امر ترى طبيعي جدا. حتى الان نادي الهلال مثلا عنده مثلا نيمار، بالتاكيد النادي الهلال لما يكون موجود مع نيمار باي مكان يبي يروح نادي الهلال لاي مكان حتتواجد جماهير، لكن ممكن يروح لدول معينه ما تتواجد عشان نادي الهلال ولا عشان نادي النصر ولا عشان نادي الاتحاد، تتواجد علشان النجوم. النجوم هذا امر طبيعي. هذا امر طبيعي جدا. البعض يتحسس من الامور هذه، يحس انك انت تقلل من قيمه الفريق على اساس انك انت ذكرت هؤلاء النجوم. لكن الواقع انه بالعكس. انا اتمنى، انا لو في اي نادي اتمنى ان يكون عندي نجم كبير. يا اخي احنا ذابحنا التشخيص، انا ما مظلوم، وهذا الموضوع بيتغير ان شاء الله في الفتره الجايه. لا تخاف، الطرح بيفرق. تفضل ابو عبد ابو ناصر على ما يخص موضوع النصر انه يدور ظهير يمين، هذه شوي غريبه. والله انا تفاجات حقيقه بالخبر. انا ما دريت خص مستقبل سلطان الغنام في الفتره الجايه بعد اللي حصل في المنتخب، وهذا ما بين. لكن اذا كان الخبر صحيح معناته ان النصر عنده، نادي النصر عنده يعني معلومات حول هالموضوع، وبسبب ضيق الوقت يمكن نعطي خبر. طبعا تأكيد أو عدم تأكيد. النصر عنده لاعبين مهمين في هذا الموضوع اللي هم سلطان والحارس. والحارس طبعا. إيش الحلول؟ يعني مثلا لو خذينا من الفكرة هذه اللي موجودة عندك، في المقام الأول مفروض أني أنتبه أو التفت للحارس. الحارس أسبينا موجود أول مركز. إيه طيب، إيه على حساب خلينا نقول فوفانا، طيب سلطان الغنام على حساب مين؟ اللاعب اللي بيجي محله على حساب مين من الجانب؟ استبعد سلطان الغنام ما اعتقد. لا انا اقول لو رحت للفكره. هو المشكله الحين هل الخبر يعني دقيق مؤكد انه انه موضوع زي الرديف؟ ايوه زي موضوع الرديف. ما اعتقد. صح. ابو نواف بس لي تعليق على ابو هاشم. انا تفاجات حقيقه بالخبر، مفاجاه يعتبر، لانه الوقت ضيق. يعني مثلا فعلا لو صدر شيء يخص موضوع الغنام والعقيدي بعد انتهاء فترة التسجيل الشتوية، يعني النصر بيقع في حرج شديد. نعم. ايش تقول ابو؟ لي تعليق على ابو هاشم على الاتحادية على موضوع اللاعبين الجانب. واستاذ فيصل اتكلم برضو موضوع انه الاتحادية خايفين الان، لانه نتلدغ كده نقول بالمثل من الحنش، يخاف من الحبل. صاروا الاتحادية خايفين. عندك الشربة والزبادي، رحت للحنش. لحظة. لا 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 لا، هم كده. لا صاروا خايفين الاتحادية الان، يبغوا يعرفوا فعلا، لانه زي ما تفضل قال لاخر دقيقة لاخر ساعة. الان عمر هو بيتكلم، ابو هاشم شايفه متحمس. طيب ما تتكلم، ما تقول لنا. بس شوف ابو ماجد، انا اشعر ان فيه 10 ثواني. اي انا اشعر ان فيه يعني باخر الفتره الشتويه حيكون في تعاقدات، عدد من التعاقدات اللي ما بتريح الاتحاد. شكرا لكم لحضوركم. يتجدد موعدنا ان شاء الله معاكم اليوم الساعه 11 مساء، ومنتخبنا باذن الله منتصر ومحقق العلامه الكامله. تصبحون على خير. جناحك فوق يا طير الهدف، شرف على المرقاب يا حر القمر، اكفخ بنهام السحايب يا ولد، علمهم الصقر السعودي لين حام، اكفخ جناحك فوق حايب يا ولد، علمهم الصقر السعودي لين حام، يا صقرنا يا صقر جملتنا بالفعل، يا فخرنا يا رافع.
أشقك يا